النظر عن البرنامج. اللي هنقوله النهارده مجرد حاله عمليه بحيث ان احنا نوضح بس ايه كيفيه التطبيق. قبل ما نبدا ان احنا نشوف التقرير هنتكلم عامه على متابعه تنفيذ الاعمال وايه هي الفوائد الناتجه عن متابعه تنفيذ الاعمال. طبعا ده نشاط اساسي في اي كونستراكشن بروجكت، لازم الاعمال بيتم متابعتها اول باول. الفائده بتاعتها بتكون في ثلاث محاور. اول محور اللي هو التخطيط والمتابعه، ان احنا عن طريق متابعه تنفيذ الاعمال بنعرف الوضع الحالي للاعمال، وبناء عليه بنقارنه بالوضع اللي هو المخطط في الجدول الزمني للمشروع، ونعرف هل البند ده او هل النشاط ده متقدم او متاخر وهكذا. وفي نفس الوقت بنعرف برضو معدلات التنفيذ، يعني مثلا اي نشاط بنعرف معدلات التنفيذ خلص قد ايه في وقت قد ايه، ونقارنه بالمعدلات المطلوبه، وبناء عليه بنتوقع المشروع او البند ده هيخلص كمان قد ايه. وفي نفس الوقت بنعرف برضو الوضع الحالي للجدول الزمني بتاع المشروع عامه، هل احنا متقدمين هل احنا متاخرين وهكذا. ده بالنسبه في مجال التخطيط والمتابعه. في مجال التنفيذ موضوع برضو متابعه الاعمال بيدي رؤيه شامله للسايت تيم او فريق التنفيذ عن المشروع، عن الموقف الحالي للاعمال، وبيساعده في اتخاذ القرارات اللازمه اثناء عمليه التنفيذ. يعني على سبيل المثال بنوضح مثلا الاماكن اللي مثلا الاعمال فيها بتكون على وشك الانتهاء، فبناء عليه فريق التنفيذ بيتخذ قرار ان احنا نفتح اماكن جديده للبنود دي، علشان لو ما تمش الكلام ده كله العماله هتوقف من اي شغل. وفي نفس الوقت برضه ممكن ازاله المعوقات، نفترض ان انت عندك مثلا، نفترض في الموقع عندك اعمال شدات، عندك اعمال خرسانيه، الكلام ده كله ممكن يكون معوق للايه؟ لتنفيذ الاعمال. لما بنشوف التقرير ولما بنشوف موقف الاعمال ككل، فريق التنفيذ بيكون عنده قدره، بيكون عنده رؤيه شامله لكل المشروع، فبالتالي بيتم اتخاذ القرارات الصحيحه لان عنده معلومات دقيقه على المشروع. ده المحور الثاني. المحور الثالث هو المستخلص المالي. المستخلص المالي، احنا بنتكلم النهارده من وجهه نظر المقاول. انا كمقاول يهمني في المقام الاول المستخلص المالي الشهري اللي انا بسلمه. كل ما الكميات بتبقى دقيقه فيه، كل ما انا اضمن ان كل حاجه انا نفذتها خلال الشهر كلها مدرجه في المستخلص المالي. فدي تقريبا الفوائد الاساسيه او الفوائد الرئيسيه لمتابعه تنفيذ الاعمال. النهارده ان شاء الله هنستعرض حاله عمليه، هنجيب تقرير معمول فعلا لمشروع، وهنشوف بالظبط احنا نتعامل ازاي بالبند، سواء كان ريفت سواء كان اكسل. ده مثلا التقرير اللي احنا بنتكلم عليه. التقرير ده مكون من قسمين اساسيين. اول قسم اللي هو الجداول والتشارتس اللي قدام حضراتكم. ثاني قسم السكتشات. السكتشات اللي بتوضح موقف جميع الاعمال. لو رجعنا مثلا للجداول هنعمل زوم كده عامه. هنا الجدول ده معمول للتشطيبات. لو شفنا الشارت اللي فوق دي، ده عباره عن جميع اعمال التشطيبات الموجوده حاليا في الموقع. على سبيل المثال هنا نتكلم في البلوك ورك، نتكلم في البلاستر، نتكلم في السكريب، البينتنج، المانسيب سولر اللي هو الايبوكسي، الباك هاوس سيلينج، وهكذا. كل بند من البنود ده او من البنود دول موجودين قدامي، عارف بالظبط موقفهم الحالي. على سبيل المثال البلوك ورك انا مثلا بخلص منه 96%، الازرق ده هو ما تم انجازه خلال الشهر اللي فات او خلال الاسبوع اللي فات او خلال اي فتره زمنيه يتم الاتفاق، والاحمر القليل ده المتبقي. برضه قيس على كده كل بند من البنود، يعني مثلا الدور فريم اللي هي حلول الابواب، احنا مثلا خلصنا 44% الفتره اللي فاتت او الشهر اللي فات، خلصنا 0.72 مثلا بيرسنت من توتال اعداد الابواب، متبقي 55، وهكذا في جميع البنود.
طبعا الارقام دي كلها مفيش حد بيكتبها، كل الارقام دي مستخرجه او طالعه تلقائيا من الريفت. احنا بندخل في الريفت او بندخل في الموديل بتاع الريفت، بنوضح فيه الموقف الحالي لجميع الاعمال ايا كان هو ايا كانت الاعمال دي، والريفت بيطلع جداول، والجداول دي انا بصدرها للاكسل، والاكسل بيقرا الارقام دي وبناء عليه بيرسم الجداول قدام حضراتكم وبيرسم الشارتات دي. مفيش حد بيتدخل تماما في اي رقم الارقام دي، في الارقام دول. لو هننزل تحت في الجدول شويه هنشوف مثلا بند بند. ده مثلا بند البلوك. بند البلوك هنا الجدول موضح ايه؟ موضح ما تم تنفيذه حتى الان اللي هو التوتال كومبليتد، وهنا اللاست مانث ما تم تنفيذه خلال الشهر اللي فات، والريميننج دي الاعمال المتبقيه في البند ده. وكل الفيرتيكال كولمز او كل الاعمده الرئيسيه دي تمثل الادوار المختلفه، يعني مثلا دي 07 دي 06 ميزانين تكنيكال وهكذا، بحيث ان انا اعرف في اي لحظه انا عارف دلوقتي مثلا ان الدور ده تم تنفيذ مثلا 2159 متر مربع اللاست مانث، انا مخلص 9 متر مربع، المتبقي في الدور ده زيرو، خلاص انا تقريبا انا خلصت الدور ده وهكذا. التشارت اللي فوق ده بيوضح لكل دور على حد، كل دور مثلا البلاتفورم الميزانين تكنيكال وهكذا، بنوضح فيه كامل الاعمال ما تم تنفيذه خلال الفتره اللي فاتت والمتبقي من الاعمال، بحيث ان اللي يشوف التقرير ده بيكون بياخد فكره مباشره على جميع الاعمال او على موقف اعمال البلوك. ده بالنسبه للبلوك. هنبص هنا مثلا البلاستر، ده التشارت بيوضح البلاستر. الجدول اللي تحت بيوضح اعمال البلاستر، نفس الكلام برضه اللي هو البياض، نفس الكلام. الاعمده الرئيسيه بتوضح الادوار، الاعمده او الصفوف الافقيه بتوضح موقف الاعمال او ما تم انجازه او توتال كومبليت ما تم انجازه حتى الان لاست مانث الريمين. الجزء الرمادي ده بيوضح البريك داون للبياض، يعني مثلا البياض في انا مخلص مثلا 2000 متر مربع، لكن البياض دي مراحل، دي مرحله 13، دي مرحله بطانه، دي مرحله بهاره، الكلام ده كله انا عايز اعرف ان خلصت منه قد ايه، يعني انا خلصت 13 قد ايه، خلصت بطانه قد ايه، خلصت بهاره قد ايه، الكلام ده كله في الجزء الرمادي ده. طبعا زي ما احتفلنا ان الارقام دي مفيش حد بيكتبها، الارقام دي مستخرجه تلقائيا من ريفت. طبعا الارقام دي يعني ممكن تستغل بعد كده في المستخلص الشهري، ان المستخلص ممكن يكون مثلا على حسب الاتفاق بينه وبين المالك، ممكن يكون المستخلص مثلا كبند كامل، بند مثلا متر وبياض مثلا نفترض 100 جنيه ولا حاجه، او يقول لك لا قسم لي البياض انا عايزه بلاستر، انا عايزه طرطشه لوحده، عايزه طبقه البطانه لوحدها وهكذا. فاحنا من هنا بنعرف بالظبط البريك داون لكل اكتيفيتي بمنتهى الدقه على مستوى الادوار والموقف الحالي ليه. زي هنا في البلاستر احنا عارفين مثلا ان الدور ده كامل الاعمال في كذا، ده اللي تم تنفيذه، ده المتبقي وهكذا. هنا بند السكريد، السكريد نفس الكلام، كلهم ليهم نفس الفكرة، ان انت عندك بند وعندك المكان بتاع البند ده، سواء ادوار سواء كان زونز سواء اي حاجة، على حسب اللي انت متفق فيه مع المالك او متفق فيه مع السايت تيم او مع قسم التخطيط، انت عايز تقسم المشروع ازاي، عايز تقسمه بالادوار، عايز تقسمه بالزونز، عايز تقسمه بالمحاور، عايز تقسمه ازاي، مش تفرق، انت متحكم في كل شيء. على مستوى السكريد نفس الكلام، عندنا البريك داون بتاع السكريد، نوت ستارتد، فيرست سبيريشن، السكريد نفسه كاستد او مش كاستد. هنا ده الجزء الرمادي، الجزء اللي هو الابيض ده، ده اللي هو المنتج النهائي، انا خلصت كذا وخلصت الشهر اللي فات كذا او خلصت الاسبوع اللي فات كذا والمتبقي كذا. طبعا حكايه ان انا في الجدول ده حكايه اللاست مانث او اللاست ويك، انا بناء عليه بعرف المعدلات، المعدلات دي مهمه جدا لقسم التخطيط والمتابعه، علشان هم عن طريق المعدلات دي بيعرفوا بالظبط امتى او بيبنوا رؤيه امتى البند ده هيخلص، وبناء عليه يعرفوا هل هيخلص في الوقت المحدد، هيخلص متاخر،
هل في قرارات مفروض هم يتخذوها تجاه المقاول؟ هل مفروض يدخل مقاول تاني يعملوا اي شيء؟ اي قرار يتخذ بناء على المعلومات دي؟ هنا مثلا بند الدهانات نفس الكلام بالظبط، كله نفس الفكره، ادوار اللي هو الفيرتيكال كولوم، الادوار اللي هي الفيرتيكال كولوم ده اللي هو بيوضح الاماكن، الصفر الافقي بيوضح موقف الاعمال، الجزء الرمادي بيوضح بريك داون بتاع الدهان. هنا مثلا عندنا سيرفيس بريبريشن، عندنا فيرست كود اللي هو الوش الاولاني، الفاينل كود الوش الثاني، ده بالنسبه للجزء الرمادي. بالنسبه للجزء الابيض ده الموقف النهائي، مثلا التوتال كومبليت كذا، اللاست مانث كذا، الريمينج كذا. الارقام دي كلها مشتقه من بعض. بمعنى ايه؟ مثلا هنا الرقم ده احنا مثلا متفقين مع المالك ان احنا مثلا لو احنا عملنا سيرفيس بريبريشن او عملنا طبقه المعجون هناخد 30%، ولما نعمل الوش الاولاني هناخد مثلا 40%، ولما نعمل الوش الثالث هناخد 30%، او الثاني هناخد 30%. فالرقم ده هيكون عباره عن 30% او 40% في الرقم ده بلس 30% في الرقم ده بلس 30% في الرقم ده، بحيث يطلع لنا الرقم ده الرقم النهائي ده. الكلام ده كله زي ما احنا اتفقنا بيطلع تلقائيا، انا بظبطه مره واحده فقط، بظبطه في الريفت او بظبطه في الاكسل. بوضح ان الكلام ده ان البند ده مثلا لو وصلت للبريبريشن بيمثل مثلا 30% من قيمه الاعمال او 40% من قيمه الاعمال، بظبطه سواء في الاكسل او في الريفت بحيث ان الارقام تطلع تلقائيا، مفيش رقم من الارقام دي بيتفتت، كله بيطلع تلقائيا من الريفت. انا كل اللي بعمله ان انا بدخل على الموديل وبمشي حيطه حيطه، بوضح ايه موقفها، خلصت ما خلصتش، الموقف الحالي بتاعها، هل هي فيرست كود، هل هي فاينل كود، هل هي لسه في السيرفيس بريبريشن ولا نص ستارت اصلا. الكلام ده كله بوضحه او بكتبه في الريفت. الريفت بيصدر جداول، الجداول باخدها في الاكسل، بعمل معادلاتي، بظبط الكلام ده. الكلام ده بيتعمل مره واحده فقط، ما بعملوش تاني. فبناء عليه يعني المجهود المبذول في الريبورت ده بيكون قليل جدا. يعني مثلا الريبورت ده علشان اعمله اول مره عملته مثلا افترض في اسبوع او 10 ايام، خلاص التحديث الاسبوعي لي او التحديث الشهري لي ما بياخدش مني اكتر من ساعتين او 3 ساعات بالكثير، والارقام بتطلع بمنتهى الدقه وبمنتهى التفصيل. يعني بعرف ادق يعني كل حاجه في المشروع بعرفها بالتفصيل، وفي رقم قليل جدا، والناس اللي شغاله فيه بيبقوا قليلين جدا. يعني الريبورت ده عباره عن اللي بيعملوه كلهم على بعض 2 أو 3 بالطريقه التقليديه. عشان تعمل تقرير للاعمال لمشروع كبير انت محتاج ستاف، وفي الاخر الدقه بتاعته ما بتطلعش يعني بالمستوى المطلوب. الكلام ده لو بالطريقه التقليديه، لكن لو احنا بنشتغل بالريبت او بنشتغل عامه بالبيم، الكلام ده كله بيكون على مستوى عالي من الدقه والتفصيل. ده مثلا الدهان، بند الدهان، ده بند دهان الحوائط، ده بند دهان الاسقف، ده بند دهان الكل. دي البنود الثانيه على سبيل المثال، هنا البورسلين كلادينج اللي هو الميكانيكال بورسلين كلادينج، نفس الكلام موضحين فيه الاعمال اللي تمت في مستوى الادوار المختلفه او في الاماكن المختلفه، البريك داون بتاعها سواء كان فيرست فيكس سواء كان سكند فيكس سواء كان كلادج انستول، الكلام ده كله. وبرده نفس الكلام الرقم النهائي او القيمه النهائيه اللي احنا بنحاسب عليها، اللي هي عباره عن مثلا مقترب الفيرست فيكس ده مثلا 30%، سكند فيكس مثلا 40%، وهكذا بنضرب 30% في الرقم ده بلس 40% في الرقم ده بلس 30% في الرقم ده، فيطلع لنا الرقم النهائي اللي احنا هنحاسب عليه او الرقم النهائي اللي قسم التخطيط والمتابعه بياخده. وبناء عليه بيقول احنا دلوقتي نفذنا مثلا ما قيمته مثلا في الحاله دي 4000 او مثلا اي كان الرقم، خلصنا القيمه دي في ايه، في الاعمال البورسلين. وفي نفس الوقت هنا واضح زي ما احنا شايفين التشارت ده او الباي تشارت دي بتوضح كامل الاعمال. يعني مثلا في البورسلين احنا هنا خلصنا كام؟ خلصنا 75 متر 75% من اجمالي قيمه الاعمال في البورسلين كلادي. 10% ده احنا خلصناه في الشهر اللي فات فقط، بمعنى انت عندك كميه وعندك زمن، الكميه اللي هي 10%
وعندك زمن اللي هو شهر بتعرف تحسب المعدلات، وبناء على المعدلات دي انت بتعرف بالظبط البند ده هيخلص امتى، وتعرف هل انت متقدم ولا متاخر عن الجدول السنوي، وبناء عليه بتتخذ القرارات اللازمه الخاصه بالبند ده. ومش كده وبس، زي ما واضح ان اهو بنعرف الكلام ده مثلا ال 15% دول موجودين فين، موجودين مثلا هنا على سبيل المثال هنا مثلا في النورث ويست انترنس او المدخل الشمال الغربي احنا عندنا 44 متر مربع، هنا مثلا في الساوث ويست انترنس عندنا مثلا 117 متر مربع. بنعرف المتوقع ده فين، وبناء عليه يعني لو في عندك عوائق او في معوقات في الموقع في الاماكن دي انت بتعرف او ايه بتتخذ قرارا او بتتخذ قرارات خاصه بيه. يعني لو انت عندك مثلا شدات معدنيه او فورم ورك في المنطقه دي، او عندك مثلا حاجات خرسانه او بلوك لسه ما اتبناش في المنطقه دي، فانت بتجري كسايت تيم بتخلص الاعمال دي علشان بناء عليه بتنفذ او بتستكمل بند البورسلين كلاد. هنا مثلا بند الستون كلاد نفس الكلام، عباره عن باي تشارت بتوضح موقف الاعمال ككل في المشروع. هنا اللي هي البار تشارت بتوضح موقف الاعمال على مستوى الفلور، والجدول اللي تحت ده بيمثل البريك داون للستون كلاد سواء في الفيكس سواء سكند فيكس سواء انستولد او لا. الشارت الاخير ده الالومنيوم كلاد بالظبط زي البورسلين وزي الستون، عباره عن باي تشارت بار تشارت سكادول بريك داون كل حاجه. هنا بنتكلم مثلا مامس ليكسلر اللي هو الايبوكسي نفس الكلام، جدول باي تشارت بار تشارت بنوضح الازرق ده ما تم تنفيذه خلال الشهر اللي فات بالكميات، كل حاجه موجوده بالكميات وبمنتهى الدقه، مفيش رقم من الارقام دي بيتكتب، كله بيستخلص تلقائيا من الموديل، مفيش حد بيكتب اي شيء، كله من الموديل. بالاضافه للبريك داون انا اشوف كم الارقام دي كلها ارقام طالعه من الريبت بمنتهى الدقه. انا لو انا هشتغل بالطريقه التقليديه في البند ده لوحده عشان اعرف مثلا سيرفس بريبريشن في الدور ده قد ايه والميزانين قد ايه وفي كل الادوار دي قد ايه، وادخل مثلا في الفاينل كود اعرف كل الكلام ده كله، لو بالطريقه التقليديه هتبقى طريقه مرهقه جدا ويعني وبتاخد وقت كتير. في البن الطريقه دي سهله جدا ودقيقه جدا وبتطلع بمنتهى السرعه وبمنتهى الدقه. هنا مثلا اللي هو الباكت هاوس سيلينج اللي هو الفول سيلينج بتاع الباكت هاوس، نفس الكلام الاماكن والمعدلات وهكذا. الشارت ده بيوضح الابواب سواء مثلا الشارت ده مختلف شويه، عباره عن ايه؟ الباب عباره عن ايه؟ عباره عن فريم وليف، فاحنا موضحين على مستوى على مستوى الفريمز عملنا كام فريم، على مستوى الليفز عملنا كام ليف. هنا نفس الكلام، يعني مثلا لو احنا بصينا الناحيه دي هتلاقي مثلا في البلاتفورم، هنا في البلاتفورم احنا عاملين مثلا مركبين 34 فريم ومتبقي 21، وعلى مستوى الليف احنا مركبين 30 ليف وناقص لنا 25. الكلام طبعا الناس بتوع التنفيذ بياخدوه بيعرفوا الفرق مثلا ده فين، يعني مثلا هنا في فرق من 25 ل 21 في اربع ابواب، فبيروحوا يركبوا الاربع ابواب دول وهكذا على مستوى كل دور. وبالاضافه للبريك داون ده بيفرق فين؟ بيفرق في المستخلص ان الفريم عليه سعر والباب عليه سعر. وبرضه في نفس الوقت بنشوف فين الاماكن اللي هي واقفه، يعني مثلا كل الاماكن اللي فوق دي واقفه، مثلا البي 01 واقفه، واقف الجراوند فلور واقف، طب واقف ليه؟ فالناس بتوع السايت تيم بيحاولوا بقدر الامكان انهم يذللوا جميع العقبات بحيث ان الشغل يفتح. طبعا الكلام ده بيجي من التقرير بمنتهى السهوله ان انت عندك رؤيه شامله للمشروع. هنا البورسلين فلور الارضيات نفس الكلام، الريزد فلور نفس الكلام، الفرونت هاوس سيلينج نفس الكلام بالظبط، بريك داون باي تشارت بار تشارت وهكذا. هنا الستراكشر سكيل عندنا مثلا في المشروع في جزء ستراكشر سكيل يعني كتير، ممكن حوالي 10 بنود او 12 بند. على سبيل المثال عندنا مثلا حاجه اسمها في اس تي، عندنا حاجه اسمها ديستنيشن وول وهكذا. الستراكشر سكيل بتحسب بالطن، فانت عندك مثلا دي
دول مش اماكن، دول بنود. طبعا احنا عندنا يعني مرونه عاليه جدا في استخد او في ان احنا نطلع اللي احنا عايزينه، سواء بال مثلا الفلور او سواء بالتايب ده. هنا مثلا عندنا مثلا بس واحده باشمهندس، ايوه حضرتك هتفتح، يبقى في جزء نفتح فيه الموديل نفسه نشوف تفاصيل. احنا هنمسك كله، احنا هنمسك كله. انا ماشي خطوه خطوه، انا بادئ من الاول لغايه الاخر. هنبدا يعني حضرتك مثلا في جزء هتفتح فيه الموديل برضو، محتاجين طبعا نبص على الموديل نفسه. بالظبط. انا ماسك انا ماسك ايه السيكونس بتاع المحاضره ايه. هنمسك التقرير كجداول كتشارز، بعدين هنمسكها كسكتشات، بعدين هنروح على الريفت، بعدين هنروح على الاكسل، بحيث بنهايه المحاضره انت عارف الكلام ده تم ازاي. تمام ماشي. عندك ماشي. لو سمحت يا معلش ممكن زوم ان على الشاشه، عشان في ناس بتقول ان الكتابه او الصوره مش واضحه، فهم عايزين يدققوا فيها اكتر يعني. كده مثلا كويس. لو سمحت يا باشمهندس، اتفضل. هو حضرتك يعني بادئ الجزئيه دي ولسه هتدخل بعد كده جزئيه ان احنا نجيب الحاجات دي من ريفت ازاي؟ ما انا حابب المحاضره، او المحاضره عباره عن ايه؟ عباره ان انا بوريك الريبورت نفسه عباره عن ايه؟ ده الريبورت، ده المنتج النهائي اللي انت هتوصل له. ماشي؟ وبعد كده هندخل احنا عملنا ازاي؟ شكرا يا هندسه. الجدول ده بيوضح زي ما اتفقنا اللي هو موقف الحديد، هنا موقف مثلا الرابر فلور الكنبه. ده الجزء بتاع الايه؟ اللي هي الجداول والتشارت الموجوده في الريبورت. هندخل على الجزء بتاع السكتشات. ده جزء السكتشات. مثلا اللوحه دي بتمثل اعمال البلوك ورك في الادوار المختلفه. الدور ده وهكذا وهكذا. الالوان بتمثل حاله او موقف الاعمال للبند ده. يعني مثلا هنا في عندك هنا completed او in progress او not started. كل حته من دول تمثل، او كل لون ده يمثل موقف حاله. طبعا احنا شايفين ان الكلام كله اخضر، لكن لو احنا جينا للريبورت ده من حوالي مثلا شهرين ثلاثه كنت هتلاقي الوان مختلفه بتمثل موقف الاعمال المختلفه للبلوك ورك. ده برضه بلوك ورك. ده مثلا بلاستر، برضه فينش كوت او ان بروجريس او نوت ستارت في الادوار المختلفه. السلام عليكم. انا شايف ان حضرتك هتعمل فيديوهات جميله ان شاء الله، في ازاي الواحد يعمل حاجه خاصه بيه او مش خاصه بيه او يعمل مشروع خاص بيه. احنا حاليا في مرحله ان احنا نعمل فيديوهات و... الو الو اتفضل حضرتك. هندسه انا مش ماشي. طب سامعني كويس كده؟ ايه مش مهندس اتفضل. ماشي اتفضل. ده مثلا موقف الاعمال او السكتشات الموضحه، موقف الاعمال الخاصه في البلاستر اللي هو اعمال البيض. هنا دهانات، هنا مثلا اللوحه دي بتمثل دهانات الاسقف، موقف العمل الخاص بيها. هنا السليب اللي هو الايبوكسي. طبعا الحاجات دي كلها انا ما بدخلش الون حاجه، انا بدخل كل اللي بعمله ان انا بدخل اوضح موقف الاعمال. الكلام ده خلص، الكلام ما خلصش، الكلام ده ان بروجريس، انا بوضح الكلام ده. حكايه التلوين والكلام ده كله تلقائي. والموضوع هنا مش مجرد الوان، مش مجرد شكل مثلا جميل او اي حاجه، لا، كل لون بيعبر عن حاجه، بيعبر عن موقف اعمال، بيعبر عن لوكيشن، بيعبر عن كميه، بيعبر عن زمن. كل الكلام ده كله بيطلع في الجداول اللي احنا بناخدها ونطلع منها او بنعمل بيها اللي احنا عايزينه. هنا الفول سيلينج مثلا، هنا اعمال الحديد اللي هو الستراكشر ستيل بتاع مثلا الاليفيتور. كل حاجه من دي زي ما اتفقنا بتوضح مش مجرد لون، مجرد بيانات كامله خاصه بالعنصر نفسه. يعني مثلا البيم ده
ده مش مجرد لون كده، لا ده عباره عن وزنه كذا طن، الموقف بتاعه كذا، المكان بتاعه كذا، بحيث ان احنا نعرف نستخلص جميع البيانات الخاصه بالعنصر ده. هنا مثلا المشروع ككل موضحين فيه كل الاستراكشر سكيل اللي في المشروع ده، ونوضح الموقف بتاعه بحيث ان احنا نعرف اماكن الاستراكشر سكيل في المشروع، ونوضح الموقف بتاعها الحالي ايه. برضه الكميات طبعا بنظره واحده بالنسبه للسكتش ده، السايد تيم بيعرف ايه الاماكن اللي لسه ما خلصتش، وبالتالي بيدي اولويه ليها. هنا نفس الكلام، ستراكشر ستيل بس خاص بالكانوبي او المداخل بتاعت المحطه عامه. هنا كلها اخضر نتيجه انها كلها تنفيذ، لكن التقرير اللي فات او اللي قبليه كنت هتلاقي الوان مختلفه. هنا الفول سيلينج، هنا الكلادينج، شغل الكلادينج عامه، اللي خلص، اللي ما تعملش، اللي ما تعملش، اللي فيرست فيكس، اللي سكند فيكس، كل ده شغل الكلادينج، سواء في بورسلين، سواء الومنيوم، سواء ستون، ايا كان. نفس الكلام بناخد لقطات لجميع لجميع اماكن المشروع، مفيش مكان بنسيه. نفس الكلام برضو اللي هو الكلادينج، كلادينج هنا زي ما احنا شايفين الوان مختلفه بتعبر عن الموقف المختلف للاعمال. نفس الكلام هنا مثلا المدخل ده، بنشوف هنا مثلا نفترض الاصفر ده بيمثل ايه؟ الاصفر ده بيمثل فيرست فيكس، اللزق سكند فيكس، ونعرف ان المنطقه دي فيرست فيكس، المنطقه دي سكند فيكس، المنطقه دي خلاص عملنا انستليشن للبورسلين كلادنج نفسه. ده قطاعات لجميع المداخل، لجميع المشروع، لجميع اماكن المشروع، بحيث ان احنا يكون عندنا رؤيه كامله وشامله لجميع عناصر المشروع. بالاضافه للكميات، الكلام ده مش مجرد لون، الكلام ده عباره عن لون، كميه، لوكيشن، مساحه، كل حاجه. زمن نفس الكلام برضه. ده شغل البورسلين تاني، ده برضه بورسلين كلادنج. ده بورسلين برضه لجميع اماكن المحطه. ده مثلا شغل الابواب. عملنا برضه فلور باي فلور. ده مثلا مسقط افقي او يعني مسقط منظوري للفلور، بنوضح فيه الموقف الحالي للابواب. يعني مثلا الباب ده تم تركيب، الاخضر ده معناه ان هو الليف والفريم متركب، الاصفر معناه الفريم بس، الاحمر معناه ان هو لسه ما تمش البدء. بحيث برضه السايد تيم بيكون عنده خلفيه ان المنطقه دي كلها مثلا الابواب دي خلصت معانا جزء ده والجزء ده وهكذا. طبعا الكلام ده كله بيروح للجداول، بيروح للاكسل، بيروح للتشارت، يكون كله مشتق من الايه؟ من الموديل. طبعا الادوار المختلفه موضحه موقف الاعمال بالنسبه للابواب. ده نفس الكلام الابواب. دلوقتي احنا خلصنا الجزء الخاص بالريبورت، هندخل دلوقتي على الريبت وهنشوف احنا عملنا الكلام ده ازاي. شايفين معايا الريفت دلوقتي؟ تمام تمام يا باشمهندس، شايفين، اتفضل. ماشي اوكي. ده مثلا نفس الجداول اللي احنا شفناها، هي نفس الجداول اللي في الريفت، احنا بس بنصبرها. هندخل مثلا على بند، ندخل مثلا على نفترض بند البلوك. ده مثلا بند البلوك وورك. قبل ما نبدا في الريبت عايز اوضح بس في حاجه، اسمها او كل عنصر من عناصر الموديل نفسه بيكون ليه بروبرتيز.
او خصائص اللي هي موجوده على الشمال. لو انا عملت اي كليك على اي عنصر بيبان هنا الخصائص الخاصه دي او البارامتر الخاصه دي. احنا بنعمل ايه عشان نعمل ريبورت بتاعنا؟ بنعمل بارامتر خاصه بالعنصر ده علشان بناء عليها بنطلع الجداول. البارامتر اللي احنا بنطلعها دي او بنعملها دي بتكون مختلفه على حسب المشروع، على حسب احتياجاتك، على حسب كل حاجه. كل واحد بيكون او كل مشروع بيكون له ظروفه ويكون ليه احتياجاته المختلفه. يعني مثلا على سبيل المثال هنا لو هنعمل مثلا البلوك ده، بلوك لو بصينا هنا ده دي حيطه. احنا هنا مثلا ايه بنقول له هنا الحيطه دي عباره عن بلوك ماشي. الكومبليشن برسنتج ده عباره عن 1 او 100%. انا بقول له ان احنا خلصنا 100% من الحيطه دي. المكان بتاعها فين؟ في زون 3. الدور بتاعها فين؟ ده البي 02. كل بارامتر دي انا عاملها، مفيش حد عاملها او هي مش جايه مع الريدت، لا دي معموله احنا عاملينها علشان هي دي اللي ايه بتتناسب احتياجاتنا. بالنسبه ليكم لو انتوا عندكم مثلا يعني ظروف مختلفة، انتوا بالنسبة لكم انتوا ممكن تغيروا اي بارامتر من البارامترز دي كلها. هنا مثلا يعني مثلا هنا مثلا نفترض الحيطة دي، الحيطة دي عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن بلوك، المسطح بتاعها كام؟ 3 متر مربع 3.6 مثلا. الدور بتاعها فين؟ ده الدور بتاعها، ده نسبة الانجاز بتاعتها، ده اللوكيشن بتاعه سواء زون 3، ده الفلور بتاعه، وهكذا. بحيث ان احنا كل عنصر من دول بيكون ليه جميع الخصائص الخاصه بيه. وفي نفس الوقت موضوع الالوان دي احنا بنعملها عن طريق حاجه اسمها فلترز، بنعمل فلاتر. فلاتر موجوده في الريفت عامه. احنا بنقول له نفترض ان البند ده او العنصر ده نفترض ان هو كومبليتد، هقول له لو انت لقيت كلمه كومبليتد جنب مثلا ستيتس اسايد لون العنصر ده بلون اخضر، لو لقيته مثلا ان بروجريس لونه لون اصفر، وهكذا. نشوف نبص عليها برضو هنا، ده الفلتر اللي بنتكلم فيه. لو فتحنا هنا انا بقول له هنا البلوك ان بروجريس، بقول له لو انت هنا نختار ده بقول له لو انت شفت الستاتس اسايد، لو انت شفت قدامها كلمه ان بروجريس على طول تلونها باللون الاصفر. لو انت لقيتها نوت ستارتد لونها باللون الاحمر، لو انت لقيتها فينيشد لونها باللون الاخضر. لو نحب نجرب مع بعض مثلا حاجه زي كده، دي انا كانت اخضر خليتها ان بروجريس بقت على طول بقت صفر. لو انا مسكتها وحطيتها مثلا نفترض انها نقطة ستارتنج بتلون احمر. نفس الكلام بنطبقه في جميع البنود وفي جميع الاعمال، بحيث ان انا كل اللي انا بعمله بدخل على البند اللي انا عايزه، بند البلوك، باجي هنا في البارامتر اللي انا عاملها وبكتب فيها اللي انا عايزه. البارامتر دي زي ما احنا اتفقنا انها مختلفه على حسب احتياجاتك الشخصيه وعلى حسب المشروع. يعني مثلا احنا بالنسبه لنا مثلا في المستخلص اللي احنا بنعمله بنحاسب مثلا بالفلور، او احنا مثلا عملنا مثلا في الدور الفلاني عملنا كم متر مربع. ممكن انتم بالنسبه لكم مثلا او في الاستشاري عندكم او المستخلص اللي انتم بتعملوه لا بتحاسبه مثلا عن طريق الاكسس مثلا او كميات، بتطلع مثلا المحور كذا المحور كذا احنا خلصنا كذا. ممكن هنا تعمل بارامتر يتناسب مع احتياجاتك، ممكن عن طريق الزونز ان انت زون كذا احنا خلصنا كميه قد كده، وهكذا. فالبارامتر دي بتختلف من واحد للتاني او بتختلف من مشروع للتاني. فاحنا بنعمل مثلا الشكل ده كله. وفي نفس الوقت كبدايه احنا اول ما بنشتغل في الريفت بنقسم كل شيء. يعني مثلا انا بفرز كل البلوك، مثلا انا عندي مثلا كل حوائط المشروع بطلعها كلها قدامي خلاص. بعد ما اطلعها قدامي بفرزها، بقول مثلا الجزء ده موجود في الدور بلاتفورم، الجزء ده موجود في دور الميزانية، الجزء ده موجود في دور مثلا التكنيكال. بختارهم كلهم مرة واحدة وبسميهم أو بديهم بارامتر واحد، بحيث إن أنا بعد كده كل اللي بعمله بمسك عنصر عنصر وأغير الموقف بتاعه فقط. يعني مثلا في المتابعة الأسبوعية اللي إحنا بنعملها أو الشهرية اللي إحنا بنعملها، أنا كل اللي بعمله بمسك ده مثلا وأقول
واطلع حالته ايه، اوت ستارتد ان بروجريس فينيشت، ايا كان الحاله بتاعته ده اللي بعمله فقط، ما بعملش اي حاجه تاني. الكميات بتاعته تشتق تلقائيا، اللون بتاعه بيتغير تلقائيا، الكلام ده كله بيروح للجداول، الجداول بصدرها للاكسل، الاكسل يرسم للتشارتس برضه تلقائيا، كله بيخلص على طول. الكلام ده بيتعمل مره واحده فقط، انا كل اللي بعمله بغير الحاله بتاعته، سواء كان ان بروجريس سواء كان فينيشت، ايا كان الحاله. ده مثلا بند بلوك. لو هنتكلم على بند بلاستر، ده مثلا بند بلاستر. هنا كل اول حاجه بيتم رسم كل بلاستر الخاص بالمشروع، بنوضح فين اماكن البلاستر بالظبط. نفس البلوك بالظبط، البلاستر عباره عن ايه؟ عباره عن حيطه ماشي، لكن سمكها 2 سم بس، هي في الاول وفي الاخر حيطه. فانا بمسك الحيطه دي اللي هي البلاستر، بمسكها واقول واعرفها انها بلاستر. مثلا لو احنا اخترنا ده، انا بقول له الحيطه دي ايه هي؟ دي بلاستر، ده مش بلوك، ده بلاستر، بحيث ان هو يعرف ان ده بلاستر. لما يتصدر للجداول، الجدول متعرف ان الحيطه دي بلاستر، مش بلوك او اي او مثلا كلادنج او اي شيء، لا ده توصيفها كذا، اللوكيشن بتاعها كذا، الادفانسد لوكيشن مثلا. ده احنا على سبيل المثال عندنا مثلا في المشروع الار اي او الاستشار عندنا طلب مننا ان احنا نوضح موقف في البلاستر مثلا في جميع الغرف بتاعه المشروع. هو مش عايز نعرف بالزونز، او مش عايزنا نعرف مثلا بالفلوس، لا عايز نعرف بالغرف. يعني الغرفه المشروع فيه مثلا 300 غرفه مثلا، عايز غرفه غرفه موقف الاعمال فيها. يعني الغرفه دي رقم مثلا 49، ايه موقف الاعمال فيها؟ الكلام ده طبعا بالطريقه التقليديه صعب جدا. طب احنا نعمل ايه؟ عملنا بارامتر تاني وسميناه مثلا نفترض اللي هو ادفانسد لوكيشن، خلاص، وحطينا لكل حيطه من الحوائط دي او كل بلاستر بصر او من البلاستر دول، حطينا قدامه اللوكيشن بتاعه، تحس ان الكلام ده يتصدر في الجداول. الجداول بنقعد نفرز ان الغرفه دي الموقف الاعمال فيها كذا، سواء كان بلاستر، سواء كان دهانات، سواء كان ارضيات، اي شيء. طبعا الكلام ده يعني بيطلع هنا جداول كتير جدا تطلع في الاكسل وكلها بمنتهى الدقه. المهم لو احنا مثلا زي ما قلنا مسكنا البلاستر ده، بنشوف كل البارامتر الخاصه بيه. اول حاجه بنعرف انه بلاستر، بنعرف اللوكيشن بتاعه، بنعرف الصفه بتاعته. نفس الكلام الصفه دي زي ما احنا قلنا ان هي قابله للتغير، يعني احنا لو احنا غيرناها اللون بيتغير تلقائيا. يعني فينش كوت مثلا، فيرست كوت لو احنا عملناها فيرست هنا يعني خليناها مثلا ان بروجريس بتطلع اصفر. لو مسكناها مثلا تاني، وغيرناها هنا مثلا فيرست كوت تطلع لون مختلف. ايا كان المهم البارامتر اللي احنا بنعمله، احنا بنحدد فيها كل ستيتس ليها لون معين، بحيث ان احنا ما نغيرش اي حاجه. ده مثلا الدور ده، لو هنتكلم على مثلا ده البلاستر، نتكلم على الدهانات. الدهانات في عندنا حوائط وفي عندنا اسفل. ده بند الاسفل. الاسفل احنا بنعرفه كغرفه، يعني نقول الغرفه مثلا دي مثلا دي غرفه مثلا. الغرفه دي الموقف بتاعها او المكان بتاعها هنا، الموقف بتاعها انها فريسكو، انها السقف ده واخد وش اول. بعمل روم سكادول. روم سكادول دول بوضح فيها فين الرومز اللي فيها الضغط او اللي فيها دهانات، مسطحه قد ايه، وبناء عليه بنطلع كميه الدهانات الخاصه بالاسقف ايه في الاماكن دي. ده برضو بند دهانات لكن خاص بالحوائط. برضو الدهانات زيها زي البلاستر بالظبط، عباره عن حيطه لكن سمكها 2 مللي او 3 مللي، لكن الريفت فاهمها انها حيطه. هنا مثلا نفترض اللي هو ده، لو احنا شفنا هنا هنلاقي البارامتر اللي احنا عاملينها، سواء كان موقف الاعمال، سواء كان اللوكيشن، سواء كان التايب، انا بعرفه ان الحيطه دي اللي انا رسمتها دي التصنيف بتاعها دهانات.
وده اللوكيشن بتاعها في الغرف. الغرفه دي مثلا اللي فيها الحيطه دي او فيها الدهان ده موقف العمل كذا، بحيث ان احنا نطلع جدول نوضح فيه الكلام ده كله. لو تيجي لو تحب نبص على الجداول اللي احنا عاملينها، مثلا هنبص على الجداول بتاعت الدهانات. ده مثلا جدول خاص بدهانات الغرف. الغرفه دي خلاص موجوده في المكان الفلاني، الفاينل او موقف الدهانات بتاعها فاينل كود، المسطح بتاعها كذا. قيس على كده كل الكلام ده كله، بحيث ان احنا نمسك كده، يعني لو احنا عاوزين نطلع انفويس او عاوزين نوضح اي شيء، بنطلع موقف الاعمال في جميع غرف المشروع كدهانات، المسطح بتاعها بمنتهى الدقه. طبعا كل حاجه انا بعملها هنا بتنعكس تلقائيا في الجداول. يعني انا هنا لو انا مسكت ده مثلا وغيرته من فيرست كود مثلا لفينش كود او ان بروجريس، خلاص لونه بيتغير وفي الجدول بيتغير. يعني في الجدول بيتغير البارامتر بتاعته من فينش كود لكام لان بروجريس. ولما بصدرها مثلا للاكسل، انا بظبط هناك معدات في الاكسل، بقول له ان بروجريس ده يمثل مثلا اللي هو يمثل 30% من اجمالي قيمه البند، بحيث ان احنا نعرف او نطلع الرقم النهائي او القيمه النهائيه لبند الدهانات في الايه؟ في المحطه او في المشروع. ده الدهانات لو بنتكلم في السكريد مثلا. السكريد ده ما هو الا فلور. انا بمسك الفلور، اي فلور من دول، الارضيه بتاعت ده مثلا، نمسك هنا طبعا عندنا مثلا مش كل الارضيات عليها سكرين، فانا بمسك الارضيات اللي عليها سكرين وبقول له مثلا ان الارضيه دي عليها سكرين عن طريق البارامتر اللي على جنب، وفي نفس الوقت احط مثلا موقف الاعمال بتاعها. مثلا افترض ده الفاينل هنا، موقف الاعمال بتاع السكرين ده سكرين تاستد، ان هو ده خلاص خلص مثلا. والبارامتر دي اللي احنا شايفينها دي مش خاصه بالسكرين، دي خاصه مثلا نفترض بالايبوكسي. يعني انت ممكن نفس البند نفسه، ممكن نفس العنصر، ممكن تشغله في حاجتين. على سبيل المثال في الحاله بتاعتنا دي، الارضيه دي انا بتعامل معاها على اساس انها بندين، بند سكريد وبند ايبوكسي. في نفس الوقت السكريد بظبطه في الجدول، اقول له في الجدول اللي انا بعمله روح اعمل مثلا جدول لجميع الارضيات اللي هي موجود فيها كلمه سكريد او هي متعرفه انها سكريد. يعني هنا مثلا حاجه اسمها سكريبت فلور عليها علامه صح، ده بارامتر انا عامله، بقول له هل الارضيه دي هل هي سكريد ولا مش سكريد. ممكن في ارضيات عندي مش سكريد، ممكن ارضيه عندي ريزد فلور، ممكن ارضيه عندي مثلا بورسلين على طول على مثلا على الكونكريت من غير اي سكريد. فبالتالي بمسك ارضيه وبحدد هل هي سكريد ولا سكريد او مش سكريد. وفي الجدول اللي بعمله بقول له هات لي اعمل لي جدول الفلورز خاص بالسكريبت بس. طب نبص عليه برضه نشوف عملناه ازاي. هنا جدول السكريبت، هنا بعمل فلتر. اول حاجه الجدول بيكون ده جدول ارضيات عادي خالص، بس بعمل فلتر، بقول له هات لي بس الارضيات اللي البارامتر ده اللي هو السكريبت فلور واخد يس خلاص. فبالتالي هيعمل لي الجدول ده، هيعمل لي جميع ارضيات المحطه او المشروع اللي الايتم ده واخد يس بس. فانا كده انا عرفت ان هي دي الارضيات اللي فيها سكريبت بس. والسكريبت ستيتس دي اللي هي طالعه تلقائيا منين؟ طالعه تلقائيا من الرسومات. انا ما بكتبش يعني الجدول ده، انا ما بحطش ايدي فيه، انا بروح في السكتشات بمسك
جزء جزء بحدده وبناء عليه بينعكس تلقائيا هنا بالكميه بتاعته وفي التصنيف بتاعه. باخد الجدول ده بصدره للاكسل، الاكسل بيرسم التشارتس اللي احنا شفناها قبل كده وبيطلع الجداول بالشكل اللي احنا شفناه قبل كده. وفي نفس الوقت برضو بعمل هناك معادلات بحيث احسب نسب الاعمال. هو هنا السكريد يا خلص يا اتعمل يا ما اتعملش، لكن في بنود تانية زي مثلا البورسلين كلادينج في مراحل، كل مرحله ليها نسبه وكل نسبه ليها سعر. فالكلام ده كله بحطه في الايه، بحطه في الريفت، بيتصدر للاكسل، الاكسل بيفرز ويطلع لي الكميات بالتفصيل اللي احنا شفناها قبل كده. برضه النهارده في المحاضره، في اخر المحاضره او بعد ما نخلص الريفت هنروح الاكسل هنشوف احنا عملناه ازاي. ده مثلا بند السكريبت، بند مثلا اللي هو الايبوكسي نفس الكلام. عباره عن هي الارضيات ماشي، بس هنا بعرف انها نوع الارضيه دي ايه، مثلا نفس الارضيه تاني، الارضيه دي نوعها ايه، الارضيه دي نوعها نون سليب سيلر او ايبوكسي. في ارضيات نوعيتها رخام، في ارضيات نوعيتها بورسلين، في ارضيات نوعيتها ريزد فلور. بكتب هنا نوع الارضيه ماشي، وبعمل جدول الارضيات، ومن الجدول ده بعرف افلتر منه على نوع الارضيه اللي انا عايزه. انا عايز الارضيه اللي هي ريزد فلور، جدول الريزد فلور. طب انا عايز جدول او جدول بتاع الرخام او بتاع البورسلين اللي انا عايزه. كل المطلوب مني ان انا اعمل بارامتر وبحدد نوع الارضيه. الكلام ده مش جاي مع الريبت، الكلام ده انا بعمله وكله بيتوقف او بيعتمد على المتطلبات الخاصه بالمشروع. نفس الكلام هنا لو انت خدت بالك، اللوكيشن كغرفه، بحيث في الاخر ممكن اطلع جدول مثلا لجميع غرف المشروع واوضح فيها موقف اعمال الارضيات فيها غرفه غرفه. طبعا الكلام ده يعني زي ما قلت لكم قبل كده ان الكلام ده لو بالطريقه التقليديه فعلا بيكون صعب، لكن بالبيم الموضوع سهل جدا. يعني بعمله مره واحده يعني ما بكرروش ابدا تاني، هي مره واحده بس. يعني هنا مثلا لو انا غيرت الموقف بتاع الارضيه دي بتغير الناحيه دي، بيروح للجداول بتغير، بيروح للاكسل بتغير، كل حاجه بتتغير تلقائيا. اللون برده بتاعه بيتغير، كل حاجه بتتغير. هنا مثلا هنتكلم على ارضيات اللي هي البورسلين. كل الاحمر ده عباره عن لسه حاجات او ارضيات لسه ما تركبتش. كل الاخضر ده اتنفذ خلاص. لو انت هتمسك اي حاجه من دول مثلا، الارضيه دي نفس الكلام، انا بقول الارضيه دي بعرفها انها بورسلين، هو عارف ان الارضيه دي بورسلين، لا هي شيلر ولا هي مثلا رابر ولا هي ريزد فلور، لا الارضيه دي تصنيفها بورسلين. الارضيه دي موجوده في الغرفه او في الفراغ رقم كذا، الارضيه دي اللوكيشن بتاعها النورث ويست انترنس مثلا، موقف الاعمال بتاعها هو ده مثلا جراوتنج كومبليتد، اللي هو بعد ما تخلص البورسلين بس الفواصل بتاعته. بوضح الموقف ده، طبعا الموقف ده بينعكس في الجداول، بينعكس في الاكسل، بينعكس في الانفويس، بينعكس في كل شيء، مش مجرد كلمه بتتكتب، لا دي مربوطه بكل حاجه. وبرده الارضيه دي عباره عن سكريد ماشي، وموقف السكريد بتاعها ان هو كاستم، وبعرف ان الارضيه دي اللي هو السكريد فلور، بعرفها ان الارضيه دي نوعها سكريد، بحيث ان جدول السكريد اللي احنا شفناه قبل كده بيحدد فيها ان الارضيه دي سكريد، والسكريد ده صب خلاص. طبعا انا لو غيرت هنا الموقف في الاعمال هتلاقيه اتغير تلقائي. برضه عاوزين نبص بصه هنا اهو، معلش هنبص برضه على الفلاتر اللي احنا عاملينها هنا، ادي الفلاتر اللي احنا عاملينها. مثلا نقطه ستارتد هنا لون احمر، الجرافين كومبليتد اللي هو السائيه بتاعه الفواصل ده لون اخضر، ان بروجريس اصفر، فايلز انستولد ازرق. لو مسكنا اي واحده من دول مثلا دخلنا في الايديت اهو عشان نعرف هنعملها ازاي، انا بقول له روح للبارامتر اللي هو اسمه فلور فينش تايم. لو لقيت اي بارامتر اللي هو
بورسلين وفي نفس الوقت جراوتنج كومبليتد او جراوتنج كومبليتد، لو انت لقيت الاثنين دول او التو بارامترز دول متحققين، ساعتها لون العنصر ده باللون الاصفر وهكذا. نفس الكلام لونه باللون الاخضر، نفس الكلام لو انت لقيت كلمه ان بروجرس لونه بالاصفر، او لقيت كلمه فايلز انستول لونه بالازرق. خلاص نفترض ان احنا الناحيه دي، وهنخلي مثلا هنمسكه نفس العنصر اللي احنا قلناه او اللي احنا عملناه قبل كده، ده هنخليه مثلا، لا هنخليه ان بروجرس او نوت ستارتد، لون احمر على طول. ماشي، الاحمر ده بيروح للجداول مثلا، بتصدر الاكسل، بينعكس في التشارتات، بينعكس في كل شيء تلقائي. انا كل اللي انا عملته عملت حاجه واحده فقط، انا قلت ان الارضيه دي نوت ستارتد، بس هو ده اللي انا عملته. اي حاجه عملتها تاني تتعمل مره واحده فقط في اول ايه، في بدايه عمل التقرير. لكن طوال عمر المشروع او طوال فتره المشروع، انا كل اللي بعمله بوضح فقط موقف العمل، موقف العنصر نفسه، خلص ما خلصش، ان بروجريس، انستولد مش انستولد، بس هو ده اللي انا بعمله، ما بعملش اي شيء تاني. فبالتالي بوفر وقت كبير جدا. والحاجه اللي بيعملها 10 بيعملها 2، وبيعملوها بصوره ادق من اللي بيعملها 10، وفي وقت اقل بكتير جدا. طبعا ده بيوضح كل حاجه خاصه بالارضيات. ومسكنا في اي ارضيه، كل متعرف سواء اللوكيشن بتاعه، سواء ما هو بورسلين وقت ستارتد، اللوكيشن الثاني عندنا في مهم اللوكيشن، هنا مثلا كده مطار انترانس، هنا عندك نقطه ستارتد، وهكذا. البارامتر ده زي ما اتفقنا دي مختلفه، او دي انت بتعملها وفقا لاحتياجاتك انت الشخصيه، او وفقا لاحتياجات المشروع. ممكن تغيرها وفقا لاحتياجاتك. يعني هنا بعرف الكلام ده موجود مثلا اللوكيشن بتاعه، الفول ليفل ده انت ممكن عندك مثلا في المشروع، انت ممكن تعرفه بالمحاور، ممكن تعرفه بالزون، زون 1 زون 2 زون 3 هكذا، ممكن تعرفه بالمحاور، ممكن تعرفه باي شيء. يعني الموضوع رجع لك تماما. يعني نفس الكلام النسب المئويه اللي احنا اتكلمنا عليها، مثلا انا هنا عامله مثلا ايه، نوت ستارتد، او المراحل اللي انا عاملها، عامل مثلا نوت ستارتد، ان بروجريس، مثلا فلور انستولد، جراوتنج كومبليتد، عامل اربع مراحل. انت ممكن عندك مثلا ممكن تعمل مرحلتين فقط لا غير. طبعا يا جماعه بتوع السايت تيم لما يشوفوا الكلام ده بيعرفوا على طول فين الاماكن اللي ناقصه، وبيعرفوا فين الاماكن حتى كمان اللي فيها بورسلين والاماكن اللي ما فيهاش بورسلين، بدون الرجوع للوحات اللي هي الايه؟ اللوحات التنفيذيه. في نظره واحده بيعرف كل حاجه. وفي نفس الوقت مثلا هنا لو انت شايف الكلام ده كله اخضر والمنطقه دي حمراء، طب المنطقه دي حمراء ليه؟ اكيد فيها حاجه. لما تروح تنزل في الموقع مثلا تبص عليها، هتلاقي مثلا هنا مثلا في شغل مثلا سكافولدنج موجود متساب، او في مثلا من جماعه بتوع الكترو ميكانيكال مخزنين هنا شغل ومطنشين ومكبرين دماغهم وماشيين. لا، فانت عندك، انت عاوز تخلص المنطقه دي، المنطقه دي مفتوحه بالنسبه لك. فانت كسايت تيم او ككونستراكشن مانجر بتفضل المنطقه دي من كل العوائق، بتشيلها بحيث ان الجماعه عندك بتوع الارضيات يدخلوا يخلصوه. فبرضه السكتش بيديك رؤيه واضحه وشامله للمشروع كله. هنتكلم هنا برضه في الريست فلور، هنبص عليه. هنا مثلا في الدور ده كله ما فيهوش اي ريست فلور الا الجزئيه دي بس، هو ده الريزد فلور الموجود في المحطة أو في الفلور ده. بحيث برضو نفس الكلام السايت تيم بيعرف على طول إن الريزد فلور موجود في الغرفة دي بس. والموقف بتاعه كالآتي، هو عبارة عن أرضية عادية جدا، بس بمسكها بقول له إن ده ريزد فلور. لا هو ليكسلر، ولا هو مثلا بورسلين، ولا هو أي حاجة. لا، نوع الأرضية دي ده نوعها ريزد فلور. هنا مثلا
الرابر فلورز نفس الكلام. الغرفه دي هي الغرفه الوحيده اللي هي عباره عن رابر، عباره عن ارضيه عاديه جدا تماما. انا كل حكايه بمسكها واقول له ان الارضيه دي هي عباره عن رابر. هنا مثلا لو بصينا على الشمال انا بقول الارضيه دي عباره عن رابر، لا هي بورسلين ولا هي ايبوكسي، لا ده تشطيبها رابر، الموقف بتاعها متسترتد وهكذا. الكلام ده كله بينعكس في الجداول اللي بتشتق تلقائيا من السكتش اللي انت شايفه ده. هنتكلم مثلا على الستيل وورك، ده مثلا شغل الستيل وورك الخاص مثلا بإليفيتور معين، ده شغل الحديد. كل بيم من دول وكل كولوم من دول يتحدد بكل وزن، بكل لوكيشن، بكل كل شيء. يعني مثلا هنا افترض ده عباره عن ستيل، الموقف بتاعه عباره عن ستيل اريكتد، ده الايتم تايب بتاعه جانتري ريل مثلا ستيل ووركس وهكذا. بحيث ان انا في الجدول بيروح في بيصنف ان البند ده جانتري ريل، جانتري ريل، وموقف الاعمال بتاعه ان هو ستيل اريكتد او الحديد فيه تم تنفيذه. بالنسبه لوزن الحديد انت عندك الريفت بيطلع مثلا الحجم بتاع كل شيء. هنا مثلا الجزء اللي انا عامله ده حجمه مثلا متسجل هنا، الحجم بتاعه 0.006. خلاص انا عندي حجم وفي نفس الوقت عندي كثافه بتاعت الحديد. ممكن في الجدول بقول له ايه، اعمل كولوم خاص بايه، بوزن الحديد. الكولوم ده عباره عن ايه؟ عباره عن قيمه ضرب كثافه الحديد في حجم الحديد. كثافه الحديد هي عباره عن كام؟ 7800 كيلو جرام للمتر مكعب. اضربه في الرقم ده فبالتالي يطلع لي وزن الايه؟ الكولوم الصغير ده. الوزن ده بالاضافه للوزن ده بالاضافه للوزن ده كل ده كله ده بيتحط فين؟ بيتحط في الجدول. بفرزه وبناء عليه بعرف انا نفذت كام طن حديد في البند ده. ان الحساب الحديد بالطن. عندي هنا مثلا السكتش ده اوفر اول ستيشن، امسك المحطه كلها موضح فيها جميع اعمال الحديد الموجوده في المحطه. مثلا الجزئيه دي مثلا خلصت، الجزء ده خلص، الجزئيه دي ما خلصتش، هكذا. ممكن امسكها بعرف موقف ده عباره عن ايه، بالك هيد نورث ويست، ده موقفه نورث ستارتد، نوع ستيل وورك وهكذا. طبعا بسكتش واحد بلقطه واحده بعرف موقف الاعمال في المحطه كلها او في المشروع كله. طبعا الكلام ده بيروح للجداول وبينعكس في الجداول ككميات كلوكيشن ككل شيء. الفرونت هاوس سيلينج نمسكه نفس الكلام، ده عباره عن الاسقف اللي هي ده الموقف الاعمال بالنسبه للاسقف. بنمسك برضو سقف جزء جزء بنحدده، مثلا حاجه زي كده، نحاول نمسك او نختار اي سقف من الاسقف دول. السقف ده مثلا ده اللوكيشن بتاعه كده، ده موجود مثلا، ده عباره عن فرونت هاوس سيلينج رقم كذا، ده البند بتاعه مثلا، ده الاستيت اوف بتاعته اللي هو فول سيلينج انستولد. بحيث ان انا لو انا عملت هنا مثلا افترض غيرته مثلا سكند فيكس هتلاقي اللون غير على طول، اللون غير والجدول بتاعه اتغير تلقائي، وبناء عليه الكميات اتغيرت في الجدول، اتغير في الاكسل، اتغير في التشارتس. انا كل اللي عملته مسكته حددت بس هو موقفه ايه، لا حسبت كميات ولا لونت ولا عملت اي شيء، انا مسكته بس حددت له، قلت لهم قلت الريبت الجزء ده من السقف ده مثلا فيرست فيكس او سكند فيكس او انستول، هو ده اللي انا عملته فقط. اي حاجه تانية تتعمل مره واحده بس، بعملها في بدايه اعداد التقرير
ما بتعملش تاني. طبعا احنا ممكن نحتاج مثلا ان احنا نقسم الكلام ده، يعني مثلا لو هما في الموقع اشتغلوا المنطقه دي فقط، انا ممكن امسك السقف نفسه بقسمه جزئين، جزء خلص وجزء ما خلصش، علشان تكون الايه الارقام ادق. نفس الكلام لو بصينا هنا في نظره واحده عرفنا رؤيه شامله لجميع الفور سيلينج في الايه في الدور ده. ده مثلا بلس 4 برضه موقف الاعمال بتاع الفول سيلينج في بلس 4، سواء كان نوت ستارتد، سواء كان فينيش، سواء كان سكند فيكس او فيرست فيكس. زي ما اتفقنا الموضوع مش مجرد الوان ولا مجرد بارامتر، لا الموضوع كله مرتبط ببعضه. يعني كلمه فيرست فيكس مش معناها فيرست فيكس بس، لا معناها ان المسطح ده بيتضرب في 30% اللي هو قيمه الفيرس فيكس بتاعت 30%. فبالتالي لو انت عندك مثلا 10 متر مربع، لو انا قلت له ان ده فيرس فيكس، لا هو دلوقتي ما بيشوفوش انه 10 متر مربع، هو شايفه 3 متر مربع اللي هو 30%. الرقم ده بيروح للاكسل، او الاكسل هو اللي بيطلعه وبيروح للانفويس على طول. بالطريقه التقليديه لا، احنا بنفرز ونشوف ونضرب ونجمع ونطرح، لا الكلام ده هنا، لا الكلام ده هنا بيتعمل مره واحده بس. لو هنتكلم في الالومنيوم كلادنج مثلا، الجزء الاحمر ده عباره عن الالومنيوم كلادنج، نفس الكلام بالظبط. الالومنيوم كلادنج ده عباره عن ايه؟ عباره عن حيطه وول عاديه خالص. فانا بمسك الحيطه دي بقول له الحيطه دي مش بلاستر ولا دهانات ولا اي حاجه، الحيطه دي نوعها ايه؟ نوعها الومنيوم كلادنج. ماشي؟ موقفها ايه؟ نوت ستارتد، موجوده فين؟ في المكان الفلاني. لو انا غيرت الرقم ده او غيرت خليته مثلا نفترض فيرست 6 او ان بروجريس مثلا هنا، اللون بيختلف على حسب اللي انا عامله. بص هنا البارامتر اللي احنا عندنا او الفلاتر اللي احنا عندنا اسمها ايه؟ مثلا ده فيرست 6 هنمسك الفيرست 6 دي نحطها بره. مجرد ان انا قلت انها فيرست 6 اتلونت على طول اصلا، وهتروح للجداول انها فيرست 6 بالمسطح اللي احنا ايه او بالمسطح اللي هو طالع من الايه من الريبل. هنا انا عامل ايه؟ عامل طبعا لكل ايه لكل مكان في المحطه، كل مدخل في المحطه، كل فلور، مفيش مكان في بناء، بحيث موضحين بالظبط موقف الاعمال بتاع مثلا بالنسبه لهنا بند الالومنيوم كلادي. الستون كلادنج هنا نفس الكلام بالظبط، ده عباره عن حيطه برضو، بس الحيطه دي انا معرفها ايه؟ معرفها انها ستون كلادنج هنا، لا هي المونيوم ولا هي بورسلين، هي ستون كلادنج. فبروح في الجداول بقول له اعمل لي جدول، واعمل فلتر في الجدول، هات لي كل الحوائط اللي الايتم تايب بتاعها ده عباره عن ستون كلادنج. فبمنتهى البساطه بيفرز لي كل الستون كلادنج في المحطه، ويفرسها لي على حسب الموقف بتاعها، سواء كلادنج انستولد او ان بروجريس او اي شيء. انا دلوقتي غيرت الشاشه، عملتها للملف الخاص بالابواب، يا ترى شايفينها؟
تمام يا باشمهندس، شكرا. ده مثلا الملف الخاص بالابواب. او الموديل الخاص بالابواب. بمسك الموديل، بعمل بقسمه كفلورز على حسب الفلور اللي هو اللي احنا اللي هو عند اللي هم عندنا يعني. بخلي كله شفاف ما عدا الابواب. الابواب نفسها بعمل لها نفس الكلام فلاتر. بقول له ان الباب ده مثلا ده نقطه ستارتد، بخلي اللون احمر واللوكيشن بتاعه عباره عن كذا. وفي الجدول اللي احنا عاملينه بتاع اللي هو الابواب لو شفناه هنا، ده جدول خاص بالابواب. دي البارامتر المختلفه الخاصه بالابواب سواء فيرست فيكس او دور انستول. فيرست فيكس معناه ان احنا ركبنا فريم بس، دور انستول معناه ان احنا ركبنا فريم وركبنا ليف. نقطه الستارت خلاص معناها نقطه الستارت. وقسمنا الجدول بالنسبه للادوار المختلفه وموقف الاعمال. الجدول ده طبعا بيروح فين؟ يروح في الاكسل. الاكسل بيفرزه، بيعمل منه الشارتس اللي احنا شفناها قبل كده، بيطلع بيعمل منه الجداول اللي احنا عمل اللي احنا شفناها قبل كده، بحيث ان احنا بناخد او بناخد صوره نهائيه لموقف الاعمال بتاعت الابواب. لو بصينا برضه هنا اهو، كل دور على حده، يعني مثلا دور مثلا بلاتفورم موضحين موقف جميع الابواب اللي في المحطه. كل الابواب دي نقطه ستارتد، الباب ده الفريم بس اللي راكب، الباب ده او الابواب الخضراء دي كلها راكبه فريم وليف في نفس الوقت. ميزانين مثلا تكنيكال وهكذا، في جميع الايه؟ جميع الادوار المختلفه. ده بند مثلا اللي هو بند الاستراكشر ستيل بتاع المداخل المحطه مثلا. ده عباره عن بند حديد، عباره عن نفس الكلام لو انا مسكت اي حاجه من دول، اي بند من دول. وطبعا نعمل له لينك فهو اختياره صعب شويه. انا بقول له البيم ده عباره عن ايه؟ عباره عن كانبس. طيب ايه؟ عندنا الكانبس كل فيها تايبس، تايب A B C D. فانا بقول له ان الفريم ده او البيم ده موجود في تايب A، الموقف بتاعه ان هو ستيل اريكتد. ماشي، البارامتر ده اللي هو ساوث ايست كانبس ستيل ستراكشر وهكذا. جداوله بتطلع بحيث افرز بالظبط موقف الاعمال في جميع الايه؟ في جميع مداخل المحطه. خلصت ما خلصتش وهكذا. طبعا باخد لقطه من هنا وباخد لقطه من هنا بحيث ان احنا ايه؟ نغطي جميع الزوايا. الملف ده اللي هو الخاص بالكلادي، يعني البند اللي احنا شايفينه ده عباره عن بند البورسلين. بنوضح فيه برضه البورسلين الخاص برضه موجود عندنا في المشروع. انا بفتح دلوقتي الجدول بتاعه الخاص بيه. ده الجدول بتاع البورسلين، بقول له في الجدول نفسه بعمل فلتر، بقول لي هات لي اعمل لي جدول حوائط بس بشرط ان الوول تايب بيكون بورسلين بس. هو بيجيب لي جميع الانواع، جميع الحوائط اللي هي عباره عن بورسلين فقط. ماشي، واللوكيشن بتاعها ده على حسب اللوكيشن، والستاتس بتاعها ده فيرست فيكس سكند فيكس او كلاد انستول. كل حاجه ليها رقم، كله مفروز بمنتهى الدقه. الكلام ده بيروح الاكسل زي ما شفنا قبل كده وزي ما هنشوف بعد كده. وفي الاكسل بيطلع النسب المئويه. السكند فيكس ال 220 متر مربع دول عباره عن 220 متر مربع مضروبين
في قيمه ال7 فيكس اللي هي مثلا 60% 70% ايا كان. نفس الكلام الفيرست فيكس عباره عن الرقم ده مضروب في ايه؟ مضروب في القيمه بتاعته. هنا مثلا هنبص هنا هنا موضحين واخدين لقطات لكل مكان في الايه في المشروع بحيث مغطين كل المشروع كل حته كل حاجه ليها البارامتر الخاص بيها منهم كلانينج ستول بورسلين وهكذا. هنا النورث ايست انترنس مثلا لو مسكنا مثلا ده ده عباره عن اكس 7 فيكس لو مسكناه وقلنا له كلادر انستولد لونه بتلون اخضر تلقائيا بيروح للجدول بيتنقل من الخانه دي للخانه دي بالمسطح ده بيصدر الايه الاكسل بالايه بالقيمه الجديده وهكذا. فالتوتال الاعمال بتاعه البورسلين بتتغير بناء على اللي انا عملته. انا عملت ايه؟ خطوه واحده بس غيرت الموقف بتاعه من 7 فيكس او فيرست فيكس لكلادر انستولد. هو ده اللي انا عملته. اي حاجه بعد كده تلقائيه. دلوقتي احنا خدنا نظره شامله على الريفت. المرحله الجايه او الخطوه الجايه اللي احنا هنبص عليها هنبص على الاكسل. دلوقتي هنعمل شير لشاشه الاكسل. دي شاشه الاكسل او ملف الاكسل اللي احنا اشتغلنا عليه. الجداول والشارتس دي اللي احنا شفناها في الاول خالص في الايه في الريبورت بتاع التقرير الريبورت بتاع الموقع العمل. بنعمل احنا هنا ايه؟ دي الجداول اللي طالعه من الايه من الريبورت. جداول الاكستنشن بتاعها تكست تي اكس تي بناخدها بس الاكسل اللي بيفتحها انا باخدها بحطها فين؟ بحطها في الصفحه دي. ماشي؟ هنا مثلا الجدول ده جدول حوائط. الايتم تايب الومنيوم كلادنج او بلوك او بينتنج او بلاستر زي ما اتفقنا ان احنا سواء بلاستر او دهانات او بورسلين او ستون كل دي حوائط كل دي الريفت فاهمها انها حيطه. انا اللي بدخل بقول له ان الحيطه دي ده نوعها بلاستر الحيطه دي نوع دهانات دي ستون دي بورسلين واحط الايتم بقى اهو. ماشي؟ النوع الحيطه دي اللي هي الالومنيوم كلادنج اللي هي في النورث ايست اللي هي دي نقطه ستارتد دي ايه دي الكميه بتاعتها. وعن طريق معادلات الاكسل انا بفرز بقى بعمل مثلا بعمل صفحه ثانيه بقول له خد لي من الجدول ده كل ما هو الومنيوم كلاد بس وسيب لي كل حاجه ثانيه. يعني هنا مثلا لو احنا هنشوف هنا اهو بعمل جدول ثاني نمسك مثلا فاينل الومنيوم كلاد ده جدول ثاني. الجدول ده انا بقول له هنا في المعادلات اللي هنا لو احنا شفنا اهو بقول له روح اختار لي من الجدول بتاع الريفت كل ما هو الومنيوم كلادنج بس وموقفه نوت ستارت وهكذا. هو بيروح يغطس جوه الملف اللي انا مطلعه من الريفت يدخل ياخد الرقم ده بالظبط عن طريق بعض اوامر بسيطه جدا في الايه في الاكسل بس مهمه جدا. ماشي؟ المعادلات دي عن طريقها بدخل اخد الرقم اللي انا عايزه
بدخل في جدول الحوائط في الالجوريثم كلابينج في البلاتفورم في النوت ستارتد، بغطس جواه باخد الرقم ده وهكذا. الرقم ده بيطلع من الجدول اللي هو اللي طلع من الريبت، اللي هو طلع من اللي هو جدول الاكسل اللي هو طلع من الريبت، اللي هو طلع من الموديل. انا بعمل ايه؟ انا رحت الموديل مسكت الايتم غيرت الحاله بتاعته، بس ده اللي انا عملته. كل حاجه تاني تلقائيا، انا الارقام دي كلها مشتقه من الموديل، مفيش حاجه تعمل ابدا من بره الموديل. هنا مثلا الالومنيوم كلادنج الادوار المختلفه المواقف المختلف وهكذا، بيطلع مثلا هنا الرقم ده. ده مثلا يعني مجموع الاعمال الالومنيوم اللي هي نقطه ستارت في المحطه كلها. ده اللي هي سكند اكس، ده اللي هو ثيرد اكس او الكلادنج انستول. هنا بقول له هنا توتال كومبليتد، بقول له مثلا هنا ايه، لو انت خدت بالك هنا في رقم 30% 55% 15%. ده هنا ايه الارقام دي؟ الارقام دي ان الفيرست فيكس قيمته 30%، السكند فيكس قيمته 55%، الكلادنج انستول قيمته 15%. فهو هنا بيروح يعمل ايه؟ بيضرب 30% فين؟ في الفيرست فيكس، وبيضرب ال 55% في الكلادنج انستول، وبيضرب 15% في الكلادنج، سوري بيضرب 55% في السكند فيكس، وبيضرب ال 15% في الكلادنج انستول، وبيطلع الايه؟ القيمه النهائيه لموقف الايه؟ لموقف الكلادنج في الدور ده. في الانفويس بتاعتك، لو انفويس مفصله يعني في بعض المستخلصات تقول لك لا ما تديش ما تدينيش الرقم النهائي، اديني بند يعني الفيرست 6 كام، السكند 6 كام، وهكذا. وفي بعض المستخلصات على حسب الاتفاق، لا هات لي انت عملت كام متر مربع، عملته ازاي، لو انت عملت فيرست 6 هتاخد كذا، لو انت عملت سكند 6 هتاخد كذا. فاحنا بنظبط الكلام ده في الاكسل. النسب ماشي، في سؤال هنا ان احنا بيسال على موضوع النسب. النسب دي احنا بنعملها، انا هعمل شير للشاشه تاني معلش بعد اذنك اوضح موضوع النسب. الشاشه دي بتوضح النسب المختلفه للاعمال، ده بالنسبه لعندنا احنا في المشروع ده، طبعا مختلف من المشروع اللي فيه. يعني مثلا الدهانات، مراحل تنفيذ الدهانات عباره عن ايه؟ ان بروجريس، فيرست كود، فاينل كود. الان بروجريس دي 50%، لو انا عملت الوش الاولاني هاخد 25%، لو عملت الفاينل كود هاخد 25% وهكذا. نون سليب سولر اللي هو الايبوكسي، لو انا عملت لو انا بداته او عملت سيرفيس بريبريشن باخد 10%، عملت الوش النهائي باخد 90%. الارقام دي او النسب دي مختلفه من مشروع للتاني، ممكن تكون كتيرة ممكن تكون قليلة، لكنها مختلفة من المشروع التاني. انتوا بالنسبة لكم ممكن يكون الأرقام دي مبالغ فيها، أو ممكن يكون بالعكس إنها أقل من اللازم، لكنها في الأول في الآخر مختلفة. هنا نفس الكلام، الستيل وورك فيرست فيكس سكند فيكس ستيل إيريتي. لو أنا بدأت شغل الستيل وورك باخد 0%، ما باخدش عليه فلوس. لو اشتغلت السكند فيكس هاخد 40%، لو قفلته هاخد 60%. ماشي، الكلام ده بيترجم عندي في المعادلات. الكلام ده بيترجم عندي في المعادلات، بيترجم عندي في المعادلات هنا اهو. مثلا قبل ما نبص هنا، احنا كنا بنتكلم على الالومنيوم كلادنج. ميكانيكا الالومنيوم كلادنج، الالومنيوم كلادنج الفيرست فيكس كام؟ 30%، السكند فيكس 55%، لما انا بقفله خالص باخد 15% الاخير. لو رحنا تاني ورحنا شفنا الالومنيوم كلادنج اللي احنا كنا فاكرينه دلوقتي، ادي الالومنيوم كلادنج، ادي الارقام اللي احنا شفناها 30% 55% 15%، مجموعهم واحد اللي هو 100%. انا بطلع من الاكسل او بطلع من الموديل، بطلع مثلا ان الحيطه دي مثلا فيرست فيكس خلاص، او بطلع من الحته دي سكند فيكس، او بطلع الحته دي انها خلاص خلصت. هنا في المعادله دي بقول له هنا ايه؟ بقول له اضرب ال 30% في الفيرست فيكس بلس 55% في السكند فيكس بلس 15% في الكلادنج انستول، فبيديني الرقم النهائي. ده الرقم النهائي اللي احنا هنحاسب عليه او اللي احنا هنشتغل عليه. نفس الكلام متحقق او ما يتكرر في اي بند، سواء كان دهانات سواء ارضيات
اسقف اي شيء. عباره عن مراحل عمل، مراحل العمل دي كل مرحله بيكون ليها نسبه معينه، النسبه المعينه دي بيتم الاتفاق عليها مع الاستشاري في بدايه المشروع. انا النسب دي، لان انا مش من الطبيعي ان انا اقعد اشتغل 3 4 شهور عشان بالاخر اخد فلوس، لا انا بشتغل اول باول باخد فلوس طول ما انا شغال، طول ما انا بقبض على حسب النسب اللي هي ايه بنتكلم فيه. فده الالومنيوم كلادي. هنتكلم مثلا ناخد بند تاني، مثلا الفولد سيلينج نفس الكلام. ده الجدول بتاع الفول سيلينج اللي هو مصدر منين؟ مصدر من الريفت. ماشي، الارقام دي كلها مشتقه تلقائيا من الريفت، من الجدول بتاع الريفت اللي هو مشتقه تلقائيا من الاسكتشات اللي هي اوريدي متغيره وفقا للايه اللي انا عملته، ان انا دخلت على الايتم حددت له ان ده نوت ستارتد او فول سيلينج انستولد او فيرست 6 او 7 بيكس او ايا كان. ماشي، فده الجدول اللي احنا عاملينه. خلاص نروح تاني بقى ايه، ده الجدول اللي طالع منين؟ إيه؟ طالع من الريفت. ماشي، جدول يعني غير عاطفي بالمره، شكله بسيط جدا. انا باخده واظبطه، بروح هنا عن طريق صفحه ثانيه بسميها مثلا هنا فول سيلينج فاينل فاينل فانتاست. هنا ماشي، هنا الجدول ده طالع من الريفت ايه، باك اوف هاوس وفرونت هاوس. انا عندي نوعين من الفول سيلينج، حاجه اسمها باك اوف هاوس اللي هي الخدمات، حاجه اسمها فرونت هاوس اللي هي الفرونت هاوس اللي هي ماشي فيها الباسنجر او الركاب نفسها نفسه. انا هنا جدول واحد، انا هنا بقسمه جدولين، هنا الفاينل فرونت هاوس سيلينج، بقول له هنا اختار من الجدول ده كل ما هو فرونت هاوس فقط، انسى الباك اوف هاوس، انا عاوز فرونت هاوس، بختاره بطلعها في الجدول الفاينل. خلاص، هنا مثلا النقطة الستارتد في البلاتفورم 52 متر مربع، هو بيدخل يغطس في الجدول اللي انا مطلعه في كريدت عن طريق الاوامر اللي فوق دي، اللي هي اوامر بسيطه اللي هي مثلا امر اف او از نوت ابليكابل او في لوك اب. الحاجات دي كلها من الاوامر المشهوره جدا في الاكسل ومفيده جدا وبتعمل بيها اللي ما يعمل يعني. ماشي، فالحاجات دي او عن طريق الاوامر دي انا بدخل بغطس جوه الجدول، جوه الجدول الاكسل او جوه الجدول اللي طالع من الريفت بطلع الرقم ده. وفي نفس الوقت هنا الارقام اللي انا عاملها 30% 55% 15%. هنا الرقم ده عباره عن ايه؟ عباره عن 30% ده مضروب فين؟ في ده، بلس 55% مضروب في ده، بلس 15% مضروب في ده. وبالتالي بيطلع لي القيمه النهائيه للاعمال الخاصه بالفول سيلينج اللي موجوده في الفرونت هاوس اللي موجود في البلاتفورم بمنتهى الدقه وبمنتهى السرعه. الكلام ده زي ما احنا اتفقنا قبل كده بيتعمل مره واحده بس في بدايه المشروع، ما بيتكررش تاني، انا ما بعملوش تاني. نفس الكلام الادوار المختلفه هكذا، بيطلع هنا الرقم النهائي هكذا. لو نبص مثلا على بند تاني، نتكلم على مثلا الميكانيكال بورسلين كلاد مثلا، هنا احنا عاملين جدول في الريفت مفلفلينه جاهز، قايلين له هناك اعمل لي جدول البورسلين بس، ما قلتلوش بقى اعمل لي وول والكلام ده كله عادي. فانا عملت جدول البورسلين خلاص، طلع لي من الريفت بالشكل ده. ماشي، ان ده كل ما هو بورسلين مثلا في الكونكورس للسفص المختلفة. ماشي، في النورث ويست انترنس للسفص المختلفة وهكذا. دي ايه؟ الكميات. ده اللي انا مطلعه من الريب. هروح تاني هدخل هنا الفاينل بورسلين فور، هنا بمسك هنا بقول له اقرا من الجدول ده اللي انا مطلعه من الريب وطلع لي فيه كل ما هو 306 نقطة ستارت وهكذا، بيطلعوا لي كلها. وهنا معادلة سبمشن عادية خالص، حاصل جمع الكلام. نفس الكلام بحيث هنا يطلع لي ايه؟ كامل اجمالي المحاضرة. هنا بعمل جدول بريك داون.
كل ما هو فيرست فيكس كل ما هو سكند فيكس كل ما هو ثاني انستول نفس الكلام. لو انت شفت المعادله دي، المعادله دي انا عندي مراحل تنفيذ البند نفسه اللي هو كام 30% 55% 15% بضرب ده مثلا لو شفناه بضرب ده في ده بلس ده في ده بلس ده في ده يطلع لي مجمل او اجمالي الاعمال بتاع البورسلين في الدور ده. وفي الاخر خالص بيطلع لنا الجدول اللي هو احنا شايفينه اللي هو ده. باجي هنا الجداول دي كلها نفترض هنا نمسك هنا ده مثلا الجدول ده اللي انا شايفه بيقرا من الجدول اللي انا عامله جوه بتاع البلوك ورك ماشي، هو بيقرا القائم هناك وهكذا، والشارت دي بتقرا ده وده بيقرا ده. طبعا دلوقتي في حاجه اسمها لو باور بي اي، باور بي اي بيطلع شارتات في منتهى الجمال، احنا ممكن نستخدمها بدل الاكسل، هيطلع حاجات دايناميك معايا شغاله، انت ممكن تغير يعني انت ممكن تدخل جواها تقعد تغير وتشوف المعدلات وهكذا على حسب الارقام اللي انت بتطلعها. لو انت خدت بالك هنا في حاجه اسمها لاست مانث، لاست مانث دي جبناها منين؟ احنا لما عملنا التقرير ده بعد ما عملناه اسبوع واثنين وثلاثه واربعه وهكذا لجأ عندنا احتياج معين. ايه هو؟ انا دلوقتي عارف موقف الاعمال خلال مثلا او دلوقتي موقف الاعمال الاسبوع الجاي، موقف الاعمال الاسبوع اللي بعده، لكن انا عايز اعرف ما تم تنفيذه خلال الاسبوع اللي فات. عايز اعرف معدلات، معدلات يعني ايه؟ يعني كميه ووقت. انا عايز كميه ووقت، عايز اعرف انا خلصت قد ايه، فتره قد ايه، عشان اطلع معدلات عشان اعرف اعمل ايه؟ اعرف اتنبأ هل ان احنا ماشيين كويس، ماشيين هنخلص وفق الجدول الزمني، مش هنخلص وفق الجدول الزمني، معدلاتنا شكلها ايه؟ فعملنا ايه؟ اللي انا عملته عملت جدول تاني تيبيكال من الجدول ده. ماشي؟ عباره يعني انت لو خدت بالك من الاسم اسمه نيو فاينل فينش بروجرس. انا عملت حاجه اسمها اولد. الاولد ده عباره عن جدول طبق الاصل من الجدول ده. ما يختلفش في اي شيء. بعمل فيه ايه؟ الكميات اللي بحطها هنا بحط الكميات اللي هنا بتاعه الاسبوع ده. الاولد ده بحط الكميات اللي فيه بتاعه الاسبوع اللي فات. السيل دي عباره عن ايه؟ عباره عن حاصل طرح ده ماينس اللي هناك، فيطلع لي ما تم تنفيذه خلال الاسبوع اللي فات او خلال الشهر اللي فات او خلال الفتره اللي فاتت ايا كانت احنا بنتفق عليه، بحيث اعرف معدلات. يعني هنا لاست مانث احنا خلصنا كام؟ 434 متر مربع، الاصل كام؟ الاصل 10000. ماشي؟ يعني عندنا نسبه مئويه، وعندنا كميه، وعندنا فتره زمنيه، عرفنا نطلع معدلات، عرفنا ان معدلات البلوك مثلا، معدلات البلوك مثلا نفترض 20 متر مربع او 30 متر مربع في اليوم. خلاص لو احنا ماشيين بالمعدلات دي هنخلص مثلا كمان 3 شهور، طب الجدول الزمني بتاعنا المفروض البلوك هيخلص خلال اسبوعين ثلاثه، فمعنى كده ان الكلام ده او المعدلات دي مش تسعفنا. فبناء عليه هيتم اتخاذ قرار ان احنا مثلا نوجه مثلا طلب للمقاول او السب كونتراكتور ان هو يزود العماله، او ندخل عليه مقاول ثاني، او اي كان القرار. ماشي؟ او مثلا لو في عوائق في المشروع مثلا بتمنعنا ان احنا نشتغل مثلا بلوك مثلا نتيجه مثلا في حاجات متخزنه في اماكن مختلفه، سواء كان شدات اللي هي سكافولدنج او فورم ورك موجود، سواء كان اكسس مقفوله، الحاجات دي كلها بنعرفها بحيث ان احنا ننزلها عشان نعرف نزود المعدلات ونخليها نفس المعدلات اللي احنا شغالين فيها في ايه؟ البلان، بحيث ان احنا نعرف نخلص البند ده. حكايه اللاست مانث دي متكرره في جميع البنود. طبعا هي هنا لاست مانث، لكن هنا في بعض الاحيان بتبقى لاست ويك. ماشي؟ هنا هنا طبعا كل الاعمال سواء بلوك او بلاستر او سكرين او اي شيء.
طبعا زي ما انت زي ما احنا عارفين ان الكلام ده بيقرا من الايه؟ الجدول اللي احنا عاملينه من الريفت، ويطلع من السكتشات اللي احنا عملناها وهكذا. الفرق ده كله بيتم في الاكسل. وفي الاخر خالص بنعمل الجزء ده، مش ده، بنعمل ده. ده عباره عن ايه؟ ملخص كامل لجميع لمواقف الاعمال في المشروع في الوقت الفلاني او في الوقت اللي احنا محددينه. انا هنا هي دي البنود اللي شغاله، ماشي، هو ده الموقف بتاعها الحالي، دي خلصان 96% 97% وهكذا 22%. وهنا الازرق ده ما تم انجازه خلال الشهر اللي فات اللي من عنده، او بنحسب الايه؟ بنحسب معدلات الايه؟ معدلات التنفيذ المتبقي وهكذا. لو تحب نحب نعمل تجربه صغيره، مثلا نفترض البلوك ده مثلا. طبعا انا بعمل حاجه انا مش بعملها في الطبيعه. هو ليه؟ لان انا هنا هغير رقم بايديا. انا في العادي ارقام دي مقدسه ما بتتغيرش. نفترض البلوك هنا مثلا البي 06، احنا كام اجمالي الدور كام كذا. لو انا رحت في الجدول ده اللي هو بتاع البلوك، يعني ادي جدول البلوك، بروح على الجدول اللي هو بي 06 او الدور اللي هو بي 06 اللي هو ده. الرقم ده طالع منين؟ من الريفت. انا مش بكتبه، بس انا دلوقتي هكتبه لا لي شيء الا عشان اوضح بس فكره معينه. كام؟ 2000 متر مربع. طب نخليها 3000 متر مربع، ماشي. نروح هناك، بص 3000 متر مربع، وهنا طلع ايه؟ باللون الازرق طلع 841 متر. يعني الكلام ده تم تنفيذه خلال الفتره اللي فاتت. هنا ده بيتغير تلقائي، كله بيتغير تلقائي، انا ما اعملش حاجه مره واحده. تيجي هنا في اخر حاجه في البلوك هتلاقي الرقم برضو اتغير. كل انا عملته غيرت رقم التشارت شغال لوحدها، الجداول شغاله لوحدها، المعادلات شغاله لوحدها. فالجدول ده اصلا ما بيتلمسش. انا كل اللي فيه، كل اللي بعمله، بعمل كوبي بيست واطلع الجدول ده من الريفت اللي هو اخر جدول طلع، باخده كوبي بيست معاه بس. ده اللي بعمله، وبناء عليه كل حاجه ايه بتعمل. كده اكون وصلت لنهايه المحاضره. لو حضراتكم عندكم اي اسئله انا هعتبركم. شكرا مهندس عادل على المعلومات القيمة والمحاضرة القيمة جدا، جزاكم الله خير. لو في أي حد عنده سؤال أستاذ حضرتك يعمل ريز هاند ويعمل مداخلة عشان يسأل الأسئلة اللي هو عايزها للمهندس عادل. باشمهندس وليد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا على المحاضرة الرائعة يا أخي. عفوا، يديك العافية. طيب في حالة لو جاء مثلا ابديت من الـ RMTC او من whatever الديزاين للموديل، مثلا ابديت ميجر، ابديت بعد عمله الديزاين وعمله كل حاجة، جاء ميجر ابديت، ايش الحالة حتكون في التقارير دي؟ هل حتعمل ريجنريت لكل الجداول مرة ثانية؟ ولا لا هو ايش الوضع؟ كيف حتنقل الداتا من هنا لهنا يعني؟ لا لا، هو غالبا التحديث اللي بيتم على موديل واحد بس. حتى لو الموديل الجديد ده حصل فيه تحديث، يعني بناخد التحديث اللي فيه بنقله على الموديل اللي احنا شغالين فيه. اوكي، تعمل ريفرس، يعني تعمل ريفرس. فهمت عليك. لكن عشان كل شويه هنغير او هننقل كل المعلومات دي من موديل لموديل، ونقعد نغير مره في 2 3 في 10، الكلام ده طبعا مش ما ينفعش. صح. طيب بالنسبه لللينكس برضو بتضطر انك تعمل ابديت في اللينكس؟ طبعا. لا ايا كان، اي تحديث بيجي بينعكس في الموديل، سواء الموديل ده هو الموديل الاساسي او في الموديل اللي هو معمول له لينك، ايا كان بدخل فيه بحدث فيه كل حاجه. طيب بالنسبه للتخزين، التسكين الجدران للغرف، مثلا الجدار ده في الغرفه دي للبلوك مثلا، او لو كان بلوك بين غرفتين،
لا هو حكايه الغرف دي احنا بنسميها في البياض وفي الدهان ارضيات الارضيات الاسفل آه. لكن آه. البلوك نتيجه ان هو بين غرفتين ما بنعملهاش احنا هنا بس اللي هو كل ما هو ممكن ادراجه جوه الغرفه. طب هل عملتها مانوال ولا بسكريبت معين بدينامو سكريبت ولا بايثون سكريبت؟ لا لا مش دايناميك. لا لا مش بدايناميك مانوال. اه مانوال اوكي تمام تمام يديك العافيه شكرا جزيلا. الله يخليك الله يخليك الله يخليك. شكرا من سوليد. مهندس أسامة تفضل. شكرا أسامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا باشمهندس على المحاضرة الجميلة. بس أنا كان عندي استفسار بالنسبة لشغل الستيل ورك. تمام. هو عندي بس سؤالين. هو اولا ازاي تعمل له كوردينيشن في برنامج ريفت؟ واصلا يعني مترو الرياض اصلا طلع على برنامج التكلا مش على الريفت بالنسبه للستيل ورك. ده اول سؤال. السؤال الثاني ازاي ان انا قدرت اضيف عنصر الاكتيفيتي اي دي والبوست والكلام ده عشان اعمل شغل ال4 دي وال5 دي بالنسبه للمشروع كله. بس جزاكم الله خير. هو بالنسبه للستراكشر ستيل ايا كان البرنامج اللي بيتم عليه انت هو بالنسبه للموديل ده احنا هو معمول مش معمول تكلا. هو مترو الرياض في كذا استشاري مش كلهم شغالين بالتكلا. تمام. الجزء اللي احنا شغالين بيه ده شغل ريفيت. فالريفيت طبعا بالنسبه لنا احسن لان انت عندك قابليه للتعديل. لو كان تكلا انت ما عندكش قابليه للتعديل. انت بس انت ممكن تستخرج بيانات فقط لكن مش هتقدر تغير. لكن احنا حظنا هنا حلو. هي بس قصص حضرتك لان انا اولا مش عارفك بنفسي. انا شغال في اي سي ستيل السب كونتراكتور في ستيل ورك في مترو الرياض. تمام. فالشغل بتاعنا في مترو الرياض طلعناه على برنامج التكلا. تمام. فهي دي بس قصص. انت طلعته كسب كونتراكتور صح؟ تمام ماشي. لا الموديل اللي انت شايفه ده مش سب كونتراكتور. الموديل ده من الاستشاري او من المصمم. المصمم شغال بالريفت. ممكن انت بعد كده تاخده تشتغله تكلا تشتغله اي شيء لكن ده موديل بالريفت. عشان كده انا عندي كان عندي القدره ان انا ادخل اضيف البارامتر. لو هو كان شغال بالتكلا ومتصدر لي عندي اي اف سي انا مش هيكون عندي القدره ان انا اعدل. هيكون عندي قدره استخرج معلومات لكن مش هيكون عندي قدره ان انا ادخل في البارامتر ازود واطرح فيه. يعني حضرتك تقصد ان كل اللينكس اللي موجوده في الموديل اللي حضرتك عرضته لنا دوت كل المشروع معمول على الريفت. معمول على الريفت. عشان يكون عشان كده انا عندي القدره اللي انا ايه ان انا ادخل في البارامتر اعدل. لو اي برامج ثانيه مش لو برامج مختلفه مش هينفع. يعني لو انا مثلا نفترض ان احنا شغالين اركيكاد مثلا معماري انشائي كل حاجه خلاص عادي نفس الكلام هيتنفذ. بس لو انا شغال ريفت وتكلا واركيكاد بحيث ان الاستشاري بتاع الاركيكاد يجيب لي موديل اي اف سي والراجل بتاع الاستراكشر ستيل يجيب لي موديل تكلا الكلام ده هيجيبها لي اي اف سي مش هيجيبها لي ريفت. فانا هدخلها عندي في الموديل هيكون عندي قدره على استخراج المعلومه فقط مش هيكون عندي قدره على تعديل الكلام او اضافه بارامتر. تمام. لكن بالنسبه لنا كان المصمم نطلع كل حاجة ريفت فضل. تمام. شكرا يا فندم جزاك الله خيرا. عفوا. شكرا مهندس أسامة. في مهندس أحمد صطيفي. السلام عليكم. الله يعطيك العافية أستاذ عادل. يعني محاضرة رائعة أكثر من رائعة جزاك الله خير. أول شيء تعقيب. يعني هاي ميزة كتير إيجابية إنه واحد يعمل ريبورت بصفحة واحدة. يعني هذا لا ترند كتير مطلوب وواحد يأخذ كل البيانات من صفحة واحدة. بس كان عندي تساؤل شلون هو مصدر المعلومات بينك وبين السايت. يعني أنت بتكنيكال أوفيس وشلون هل نفس الطريقة أو نفس المنهجية كمان عم بيكون ديجيتال ولا هل عبارة عن تبادل أوراق مثل الطريقة القديمة؟ لا احنا دلوقتي بالنسبه لنا تبادل اوراق لكن انت ممكن بعد كده الموضوع يكون ديجيتال. يعني ممكن طيب. عن طريق باركود عن طريق اي شيء بيتم ادخال المعلومات. لكن احنا بالنسبه لنا عباره انا بستخدمه بالطريقه التقليديه. المهندس او المشرف اللي هو بيطلع او بيجيب لي معلومات بطبع له الكلام ده كله على ورق اس في نفس التقرير ده
ينزل في الموقع علمني ده خلصت ما خلصتش ان بروجريس 676 وهكذا. طيب بيجي بشكل اسبوعي ولا شكل يومي عندك على حسب الاتفاق؟ لا يومي طبعا هيبقى صعب، فاحنا بنعمله اسبوعي او اسبوعي او كل اسبوعين او كل شهر. احنا هنا يعني احنا عمال بنعمله كل اسبوع. طيب تمام. طيب وهل المنهجية هي كانت مطلوبة من المالك ولا هو اجتهاد من الشركة عندكم؟ لا اجتهاد من الشركة. اجتهاد من الشركة لتسهيل الأعمال. تمام. يعني انت في الأول وفي الآخر انت مطالب ان انت تعمل موقف تنفيذ الأعمال. ماشي؟ فانت هتعمله مثلا هتضيع مثلا فيه في الأسبوع يومين ثلاثة أو أربع أيام ولا تضيع فيه ساعتين ثلاثة بس. هو الفكرة في كده. وفي نفس الوقت لو انت حبقى في وقت كتير ومش هيطلع بمنتهى الدقة او مش هيطلع بالدقة او بالوضوح اللي انت بتطلعه من الريفت، لكن احنا عندنا بنطلعه بدقة عالية وبسكتشات توضيحية عالية جدا وفي نفس الوقت في وقت قليل جدا. يعني انا عن نفسي انا بعمل تحديث للريبورت اسبوعيا مثلا كل يعني ساعتين ثلاث ساعات فقط ده غير. لكن بالطريقه التقليديه اول حاجه دقه مش عاليه وبتاخد وقت كتير جدا. تمام. طيب زائد ان انا عندي اتفضل. ايه اتفضل اكمل اتفضل. زائد ان انا عندي مرونه عاليه يعني لا يعني المتطلبات المختلفه للشاي او القسم التخطيط او مدير المشروع انا عن طريق استخدامي تبقى عندي مرونه عاليه. يعني على سبيل المثال مدير المشروع طلب مني مثلا ان انا عايز معدلات، هو ما يهموش اجمالي قيمه الاجمالي الاعمال بقدر ما يهمه معدلات الاعمال. عايز يعرف ما تم انجازه خلال الاسبوع اللي فات، فبناء عليه عرفنا نعملها. مثلا الاستشاري عندنا طلب ان الكلام ده كله مثلا يقول لك ايه الكلام ده شكله حلو وجميل وكل حاجه بس انا مش معترف بيه. طب ليه مش معترف بيه؟ لا انا معترف بحاجه اسمها WIR اللي هو Work Inspection Request. انا مش هديك فلوس الا اذا انت مقدم انسبكشن ريكويست وماضي عليه. الكلام اللي انت بتعمله ده شكله حلو لكن ما ملوش لازمه بالنسبه لي. عملنا ايه بس مش واضح ان هو عملنا بارامتر ثاني. بارامتر ده اسمه ايه؟ مثلا انسبكشن ريكويست ستاتس. عملنا في مثلا الحيطه دي معمول لها انسبكشن ريكويست ولا مش معمول لها انسبكشن ريكويست؟ معمول لها انسبكشن ريكويست. بعمل علامه صح مش معمول لها علامه غلط. طب رقم الانسبكشن ريكويست رقم كام؟ رقم كذا كذا كذا، وبديها لون مختلف. خلاص لما اعمل الكلام ده كله بطلع في الجداول وبطلع في السكتشات بعرف بلقطه واحده ومنظر واحد اعرف بالظبط ايه هي الاعمال التي لم يتم عمل انسبكشن ريكويست رسمي ليها. وبناء عليها الكلام ده كله بيتوجه لايه؟ للسايت تيم. السايت تيم بيعمل انسبكشن ريكويست ويروح يسلمه للاستشاري علشان يقفل كل الملاحظات دي. الحاجات دي لو انا مثلا ما خدتهاش الشهر ده في المستخلص الشهري بتاعي الشهر ده اكيد الشهر الجاي هاخدها. انا قصدي بالريفت وبالاكسل انت عندك مرونه جامده جدا انك تعمل اللي انت عايزه. الموضوع مش 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 قوالب ثابته، لا الموضوع متغير بصوره عاليه او في مرونه بصوره عاليه ديناميكي. تمام. طيب سؤال اخير عشان افتح مجال كمان لغيري، الله يعطيك العافيه. ناقصني او اللي ما شفته عندك انت بالبارامترز انه عم تاخذ المعلومات اسبوعيه من السايت اللي هو الازمنه، يعني عم تقول انت الستاتوس فينيش، ليش ما عم تدخل بنفس الوقت مثلا زمن الانتهاء بيلزمك بعدين بالكليم، بيلزمك باكثر من مجال؟ اول حاجه الزمن هو عندي لان الريبورت ده بيطلع مثلا بتاريخ كذا، فانا عندي الريبورت بتاريخ كذا انا عملت كذا. ماشي. حكايه ان انا اخل او اعرف ان البند ده خلص قد ايه ده برضو ممكن جدا. انا بقول لك انا بشرح فكره، الفكره دي حضرتك ممكن تاخدها وتغير فيها وفقا لمتطلباتك كده. فانت ممكن تعمل بارامتر للستارت ديت والفينش ديت مثلا لكل بند. خلاص دي داتا انت بتدخلها، الداتا دي بتروح لك للجداول. انت ممكن تعمل بعد كده في الاكسل او ممكن في البرمادير او ممكن تعمل في النيرفس وورك عن طريق الستارت ديت والفينش ديت. ممكن تعرف البند ده بدا امتى خلص امتى، هتحسب معدلات الايه بتاع كل بند. الكلام ده وفقا لاحتياجاتك انت، هل انت محتاجها ولا مش محتاجها. بس انت عندك القدره انك تعملها. نعم شكرا.
عفوا. باشمهندس عادل، في كذا سؤال على تشات لو تحب اقولهم لحضرتك. في مهندس بشير بيقول: هل تم نمذجه جميع طبقات الاكساء زي الدهانات او كده كبلاطات على الريفت بسمكاتها الفعليه؟ هي بسمكاتها الفعليه قدر الامكان، يعني البلاستر كان عباره عن 2 سم ونص او 3 سم، الدهانات عباره عن 3 مللي او حاجه كده او نص سم. السمكات الفعليه. اوكي، بيتم فعلا تسجيلها بالسمكات الفعليه، تمام. كيفيه اضافه، مهندس ليسي بيقول كيفيه اضافه خاصه جديده بالريفت؟ هو انتهى السؤال على كده. ماشي. هو طب هنعمل شير تاني لشاشه الريفت نبص عليها. اوكي. مثلا الخصائص دي اللي هي على اليسار دي عباره عن خصائص، في منها نازل مع الريفت، في منها احنا بنعمل، انت بتعمل هنا في المانج فوق، في هنا حاجه فوق اسمها شيرد بارامترز او بروجكت بارامترز. الشيرد بارامترز والبروجكت بارامترز دي هي هما الاثنين عباره عن بارامترز انت بتتحكم فيها وبتدخلها هنا. الفرق بينهم ان الشيرد بارامتر دي انت ممكن انت بتعمل ملفات خارجيه، ممكن تعمل بيها مشاركه مع جميع الناس اللي معاك في المكتب او في الشركه. البروجكت بارامتر هي بارامتر خاصه بالبروجكت بس. فلو دخلنا في الشيرد بارامتر مثلا هنا، من هنا بنعرف نعمل بارامتر خاصه بينا ونحددها. البارامتر دي خاصة للحوائط، خاصة للأرضيات، خاصة للأسفل، بحددها وبطلعها أو يعني إيه بحدد خصائصها. هل هي عبارة عن أرقام؟ هل هي عبارة عن percentage؟ هل هي عبارة عن تكست؟ هل هي عبارة عن on و off أو yes و no بس؟ دي البارامتر. بعد كده بدخل هنا، بدخل في العنصر نفسه أو البروجكت بارامتر نفسها، بقول له إن البارامتر اللي أنا عملتها دي حطها للحوائط، البارامتر اللي أنا عملتها دي حطها للأرضيات، وهكذا، بحيث ان انا اقدر اعمل البارامتر اللي انا عايزه، سواء كان ارضيات، حوائط، اسف، اي عنصر في المشروع. البارامتر زي ما قلت لك مختلف، يا اما تكست، يا اما برسنتج، يا اما نمبرز، يا اما يس اور نو، اللي هو صح، اللي هو عنده احتمالين او لا، تشيك اور نو كده. يعني الكلام ده كله احنا بنتحكم فيه. يعني هنا مثلا لو انت خدت بالك، هنا مثلا في بارامتر هنا اسمه اوبن فرونت. ايه هو الاوبن فرونت ده؟ احنا عندنا في اثناء تنفيذ المشروع كان في عندنا في اماكن مش اوبن فرونت، مش مفتوحه للشغل، ماشي. فعندي مثلا في الجدول، انا ذاكر في الجدول ان انا متبقي لي مثلا 1000 متر مربع، لكن ال 1000 متر مربع دول منهم 800 متر مربع منطقه مقفوله لسه ما اتصبتش في شغل فيها ايا كان. فعملت حاجه اسمها اوبن فرونت، بمسك الحيطه وبكتبها يا يس او نو، يا يا لا، تشيك اوف نو كده. كل دي بارامتر زي ما قلت لك انا بعملها هنا اهو وبحطها للعنصر نفسه. ف يعني احنا عندنا كامل الحريه ان احنا نعمل البارامتر اللي احنا عايزينها. والكلام ده في جميع البرامج، سواء ريفيت، تيكلا، اركيكاد، انت عندك القدره انك تعمل البارامتر اللي انت عايزه بحيث تتناسب مع متطلباتك. اوكي تمام. في سؤال تاني بيقول: ازاي بنعمل الموديل ولا بناخده من الاستشاري، وهل تكنولوجيا بيم بتستعمل في الصيانه مينتنس بتاع المشروع؟ ماشي. هو الموديل عامه هو عمليه تراكميه، يعني الموديل بيبدا من الاول وبيبدا كل على مدى عمر المشروع بيزداد، بتحط فيه معلومات 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 وهكذا لغايه ما يوصل للصيانه. الناس بتوع تشغيل الصيانه بياخدوه يزودوا عليه معلومات وهكذا على طول فتره المشروع. الموديل شغال معاك، بيبدا مثلا الليفل اوف ديتيلز، بيبدا مثلا بقيمه صغيره، بيقعد يوصل يكبر، يفضل يتطور معاك
على مدى عمر المشروع لغايه ما يوصل لفين، لغايه ما يوصل للمينتنس اللي هو تشغيل الصيانه. بالنسبه لنا احنا هنا الموديل ده مش انا اللي رسمه، الموديل ده جاي لي جاهز من الاستشاري. انا كل اللي عملته عملت ايه؟ زودت البارامتر اللي انا شايف او تتناسب معايا او اللي انا عايزها، ده اللي انا عامله. كان ما رسمتوش الموديل ده، موديل المصمم. والموديل ده بعد كده في التشغيل والصيانه هياخدوه زي ما هو كده، بيحطوا فيه البارامتر اللي هم عايزينها، بيوصلوه بالبرامج الخاصه بيهم، بحيث ان الموديل ده يفضل شغال معاك على طول عمر المشروع. بس اوكي. في المهندس ابو سيف بيقول if we have a big wall finished with any type of cladding, how to calculate a small part of it as done. وانت البسيطة احنا بنعمل، اللي عندك حتة كبيرة جدا ماشي، الحتة دي مسطحة نفترض 200 متر مربع، انت دلوقتي شغال في اول بكة فيها بس، فانت تدخل في الريفت بقسمها، بمسك الحتة نفسها وبقسمها، بقسمها على حسب ما تم تنفيذه في الموقع. يعني مثلا هنا لو انت خدت بالك هنا هو واضح انه اصلا هنا، بص الحيطه دي عباره عن ايه؟ من هنا لغايه هنا، لكن انا لما اخترت عملت ايه؟ السلكشن جه فين؟ جه من هنا لهنا. الموديل الاساسي ما كانش كده، الموديل الاساسي الحيطه دي كلها واحده من هنا، لو انا عملت كليك هيختار كل الحيطه. انا عملت ايه؟ اخترت الحيطه دي وقسمتها، جيت هنا عملت بريك بوينت، وهنا عملت بريك بوينت، بحيث خليت الحيطه الواحده خليتها ثلاث حوائط. بص هنا الحيطه دي الجزء ده بس، هي كانت كده؟ لا، هي كانت ده بلس ده بلس ده بلس ده، كل ده كان حته واحده. انا هنا عمال اقسمها وفقا اللي تم تنفيذه في الموقع، بحيث ان الموضوع يبقى دقيق. يعني هو هنا مثلا كل ده اشتغل مع بعضه، فانا قسمته مع بعض، ده اشتغل لوحده مثلا عملته لوحده، ده اشتغل لوحده عملته لوحده، وهكذا. لكن الموديل الاساسي اللي جاي لي من المصمم ما كانش كده، الموديل الاساسي كل ده حته واحده، فانا بقسم. الكلام ده بينطبق على الحوائط، اسقف، ارضيات، ايا كان البني. اوكي. في مهندس شادي برضه بيسال دي اهم يعني او اوامر الاكسل عشان يخرج التقرير بالشكل اللي حضرتك عرضته. ماشي، نعمل شير للاكسل ثاني. هو الاكسل عامه يعني في اوامر كتير، بس في اوامر مهمه. الاوامر المهمه اللي هي عامه بتبقى اف، ده مهم جدا. في امر تاني اللي هو في لوك اب، ده برضو مهم جدا. في اللي هي از، لا از ان اي او از نوت ابليكابل، دي برضو مهمه جدا. بس المهم جدا اللي هو اللي هي الاوامر الاساسيه اللي هي الاف والفي لوك اب، دي انت بتعمل بيها حاجات كتير جدا، يعني في شغل كتير قوي بتعمله. زائد بقى ان انت استراتيجيه معينه، يعني في استراتيجيات معينه في الشغل. يعني انا هنا مثلا عملت حاجات، بس مش موضوعنا النهارده في التصنيف. يعني عملت مثلا كل حاجه ليها كود معين، دي مالهاش علاقه بالايه، مالهاش علاقه بالاوامر، ليها علاقه بمنهجيه الشغل. انا عملت مثلا كل، يعني مثلا النوت ستارتد في الدي 06 ده واخد كود معين، انا بستخدم ده لان انا بقول له هنا روح دور لي على الكود ده في الجدول الفلاني في الكولوم الفلاني، هات لي القيمه المرفقه دي. بمعنى ايه؟ عشان ما توش مني، هنا مثلا افرض السكرين ده الجدول اللي طالع منين؟ من الريبت. خلاص، انا بعمل جدول وسطي او ماتريكس، انا سميها ماتريكس. عباره عن ايه؟ ده الجدول ده بيقرا من الجدول بتاع الريبت، هو بس هنا بيطلع لي كود، ده يونيك. بمعنى ايه يونيك؟ يعني غير قابل للتكرار، ده رقم او كود غير قابل للتكرار. ده عباره عن ايه؟
ده بلس ده دي 01 بلس ان اس اللي هو دي 01 ان اس ده عباره عن نوت ستارت. انا اعرفهم ده نوت ستارت. يعني باجي هنا بقول له مثلا اعمل جدول ثاني بقول له لما تشوف كلمه نوت ستارت اكتب لي ان اس خلاص، وعملت الكود ده اللي هو دي 01 ان اس خلاص، فعرفت بقى ان اس. بروح نفس الجدول بتاع السكريبت ثاني بقول له امر دي لوك اب، اقول له روح في الدي لوك اب من اول اف لغايه جي، اول ما تلاقي كلمه دي 01 ان اس هات لي الرقم اللي قدامها اللي هو 133. وده اللي بيحصل لو شفنا هنا الفاينل سكريب اللي هو كنا فيه دلوقتي، هو ده بقول له هنا بي 06 ان اس اللي هو ده نوت ستارت بلاتفورم، بقول له هنا في لوك اب دور لي على القيمه دي في الجدول اللي هناك في المصفوفه دي اللي هي الكولوم اف وجي في الكولوم رقم 2. القيمه دي لو ما تشوفها هات لي القيمه دي تحطها لنا. هو الموضوع يعني يظهر ان هو معقد لكن هو سهل جدا، مجرد انك تفهمه هتفهم. فهو الموضوع مش اوامر بس، اوامر واستراتيجيه عمل. يعني انت ممكن تكون عارف الامر لكن مش عارف ازاي تستخدمه. فانت لما تعرف الاثنين بتلاقي نفسك الدنيا سهله بالنسبه لك. تمام. في مهندس خالد بيقول ممكن اعرف ازاي اعمل تحديث لجدول الريفت في الاكسل؟ تحديث لجدول الريفت في الاكسل هنا بعمل هنا ايه؟ مثلا انا عندي هنا ده جدول الريفت خلاص؟ ماشي. انا بروح في الريفت نفسه اعمل شير للشاشه الريفت للوولز. ماشي. هنروح هنا في الريفت ده الريفت خلاص، ده جدول الول اللي احنا لسه شايفينه هناك اللي هو ده الجدول اللي احنا شايفينه هناك خلاص. هنفتحه دلوقتي. اللي هناك في الاكسل هو القديم وده الجديد، ده اللي طلع مشتق منين؟ مشتق من التحديث اللي انا عامله على الموديل، فده المحدث. هنيجي هنا هنقول له اكسبورت الكلام ده الريبورت ده سكادول. هقول لي فين؟ هرمي على الديسكتوب مثلا خلاص. اكستنشن ايه؟ تكست. ماشي. وديناه راح فين دلوقتي؟ عندي على الهارد ديسك. هرجع تاني للايه؟ ادي الاكسل. ماشي. هروح افتح الملف اللي انا صدرته المحدث من الريبل. موجود فين؟ انا حاطه على الديسكتوب اللي هو فين؟ تكست والفايل تكست اللي هو ده. ماشي. ده البروجرس بتاع وول سكادول. افتحه. ده الجدول اللي هو ايه؟ اللي هو طلع من الريفت الجدول المحدث. امسكه هنا كنترول سي كوبي. ماشي. شايفينه دلوقتي معايا ولا مش شايفينه؟ شايفين الجدول؟ ولا الشاشه مش معمول لها شير؟ هو باين الجدول بس مش باين لا باين بين الجدول التكست. طب لا التكست، لا التكست مش باين. طب ثانيه واحده، انا كده شغال على الشاشه وانت مش شايفها اهو. ده الجدول اللي هو فاتحه من ايه؟ جدول التكست اللي طالع من الريفت خلاص. ده المحدث. انا بمسكه هنا واقول له كوبي خلاص. اروح هناك في الملف اللي هو الاكسل الكبير بتاع اللي انا شغال عليه واقول له هنا اللي هو الجدول ده خلاص. بروح في الولس جدول اللي هو ده واختار كده واقول له تيست ده خلاص. هو كده
حدثت الجدول اللي هنا. انا هنا جبت الجدول اللي هناك بتاع الريفت دخلته هنا في جميع ارقام. هروح هناك في التشارتس الاخيره اللي احنا شفناها دي هتلاقيها كلها اتحدثت تلقائيا وفقا لاخر حاجه في الريفت انا عملتها. دي الخطوه اللي بعملها. الملف الاكسل انا ما بعرفش منه غير في ده كوبي وبيست. بطلع الجدول من الاكسل بطلع الجدول من الريفت بفتحه كوبي بيست الناحيه دي خلاص. كل حاجه ثانيه اتعملت قبل كده مره واحده بس خرجت تاني. فدي كيفيه تحديث الجدول في الاكسل. اوكي في مهندس مجاهد، في حال اكتمال للاعمال يمكن ان اتحكم بالنسبه في تقرير الاكسل بناء على جوده الاعمال؟ مش عارف ايه في حال اكتمال الاعمال كيف ممكن اتحكم بالنسبه تمام في تقرير الاكسل بناء على الجوده؟ لا هو لو هنتكلم بالنسبه للجوده انت هو الموضوع زي ما قلت لك انت عندك مرونه عاليه جدا. انت ممكن تضيف بارامتر موجوده في الريفت، البارامتر دي خاصه بالجوده مستوى الجوده ماشي، والبارامتر ده بيطلع معاك في الجداول وممكن تترجمها للون معين. الجداول دي والالوان دي الالوان ممكن تطلع في سكتشات والجداول ممكن تصدر للاكسل وتحطها وتفلترها بالصوره اللي انت عايزها. عايز تفلترها بالنسبه للريبورتات مثلا لل WIR بالنسبه لاي حاجه براحتك. يعني انت عندك في البارامتر بتعمل فيها كل حاجه. ممكن الحيطه مثلا دي مستوى جودتها ايه، معمول لها مثلا انسبكشن ولا مش معمول لها انسبكشن، شكلها ايه، كل ده بارامتر ممكن تعمله في الايه الريفت وتملاه وتترجمه في سكتشات او تترجمه في جداول وتترجم في اكسل وهكذا. اوكي هل استخدام البيم كاداه مراقبه وتتبع الجدول الزمني يغني عن استخدام البرامج المستخدمه حاليا؟ يغني عن استخدام ايه؟ يغني عن استخدام برامج البرامج المستخدمه حاليا؟ لا هو هي كلها طرق مختلفه. يعني في طرق دلوقتي جديده لمتابعه الاعمال برضو بيم. عباره عن ايه؟ عباره عن مثلا ليزر سكانينج. انت بتعمل عمليه مسح بالليزر للايه للمشروع عندك. عباره عن ايه؟ انت بتجيب مثلا افترض كاميرا ليزر اللي هي كاميرا رفع مساحي ليزر، عباره عن الكاميرا دي عباره عن بتطلع اشعه ليزر عشرات الالاف او مئات الالاف من اشعه الليزر في جميع الاتجاهات. كل شعاع ليزر بيخبط في الاوبجكت وبيرد تاني، فبيرد بايه؟ يرد بمسافه اكس واي وزد هكذا. فانت بتاخد الداتا دي كلها وبتدخلها فين؟ وبتدخلها على برامج خاصه بيها ترجمها او بتطلعها الموديل. الكلام ده بتاخده بترميه مثلا على نافس وورك مثلا او ترميه على اي برنامج تاني. ايه مست نافس وورك؟ مست نافس وورك ان انت ممكن تطلع في اي لحظه زمنيه موقف الاعمال. يعني مثلا النهارده مثلا كان 8 او 8 5 مثلا 2021، ممكن ادخل اقول له هات لي شكل المشروع يوم 8 5 2020 فيجيه لي واسقط عليه الرفع المساحي اللي انا جبته مثلا. لما احط ده على ده اعمل عمليه مقارنه هعرف بالظبط ايه اللي تبقى. يعني هل انا متقدم، هل انا متاخر، هل انا اي حاجه وهكذا. فهي طرق مختلفه والموضوع كل يوم بيتطور، الموضوع مش ثابت والادوات بتكتر كل يوم. يعني انا دلوقتي شغال ريفت وشغال اكسل. انت ممكن تشتغل زي ما احنا قلنا دلوقتي بمكنه ليزر او ليزر سكانينج وتشتغل ببرنامج زي نافس وورك. ممكن غير يشتغل بحاجه ثالثه خالص غير ده. بس الفكره ان انت يعني المظله الكبيره اللي هي بتجمع الكلام ده كله هي تكنولوجيا البيم. انت بتستخدم البيم اللي هي نماذج المعلومات في اداره المشروع، سواء كان construction tracking او اي حاجه انت بتستخدمها. تستخدمها ازاي؟ تختلف من مكان للتاني، تختلف من شخص للتاني، تختلف من برنامج للتاني، موضوع مختلف. احنا هنا بنوضح بس المحاضره النهارده نموذج عملي لتطبيق البيم.
مش هي دي الطريقه الوحيده، في طرق كتير جدا. تمام. في المهندس اسامه بيقول هل التحديث الاسبوع على الريفت بيتم المشروع على ملف ريفت؟ كل تحديث بيتم على بيتم عمل ملف منفصل ريفت يعني كل تحديث؟ لا، انت عندك ملف واحد ريفت، يعني انت عندك موديل واحد، او عندك بلاش موديل واحد، انت عندك الموديل ممكن يكون هو متقسم لخمسة او ستة او عشرة موديل، يعني المشروع كله لو انت رسمته على مكان واحد ممكن يكون حجمه 700 ميجا مثلا. فانت لا، انت علشان تحافظ على الموضوع ده وتخليه عشان تعرف تشتغل، يعني انت ممكن المشروع نفسه متقسم لعشر اجزاء، فانا عندي كل جزء، يعني جزء في مثلا عندي جزء خاص مثلا بالستراكشر، الستراكشرال اللي هو بتاع الجزء بتاع الجراوند فلور والكونكورس، وعندي جزء خاص مثلا بالستيشن، وعندي جزء تاني ده مثلا بالنسبه لايه، بالنسبه للستراكشر، عندي جزء تاني بتاع كانبس نورث ايست ساوث ايست او سويفت هكذا، كل واحد بملف كمعماري كانشائي، وعندي جزء خاص بالمعماري الدور الجراوند، وعندي جزء خاص بالمعماري ده. لو انت جمعت الكلام ده كله هتلاقيه 12 ملف او 10 ملفات 10 موديل معلش، فانت بتعمل لينك لكل الموديل ده على موديل واحد بس خلاص. بس لما بتيجي بتعدل في كل موديل على حده، يعني مكان التعديل واحد، يعني انا مثلا بعدل مثلا في بعدل في مثلا في الكانوبي مثلا نورث ايست مثلا، يعني انا عندي مكان واحد اعدل فيه بس، بدخل فيه بعدل واغير البارامتر اللي انا عايزها وخلاص، وبعمل لينك للموديل ده على الموديل الاساسي الكبير خالص اللي انا بعمل عليه لينك لكل حاجه في الدنيا، لكن مكان التعديل واحد، انا ما بعدلش في عده اماكن، انا بعدل في مكان واحد بس. اوكي انا عندي عده ملفات لكن مكان التعديل واحد مش متغير. اوكي. في سؤال هنا بيتكلم على موضوع اللي حضرتك عملته اللي هو الكوبي بيست من ملف التكست لملف الاكسل. تمام. بيقول هل التصدير من ريفت للاكسل بطريقه القص واللصق فقط ام طريقه تصدير مباشره بحيث اي تغيير في الريفت يتم تحديثه على الاكسل مباشره من غير استخدام الطريقه بتاعه الكوبي بيست او ان احنا نطلع تكست تو اكسل؟ والله في حاجه اسمها داينامو دلوقتي، الداينامو ده بيسهل جدا التواصل ما بين الاكسل وما بين الريفت، بحس الدنيا تبقى سهله جدا. بس انا عن نفسي ما اشتغلتش بيه، بس انا عارف الدنيا فيها ايه، عارف الداينامو ده بيعمل ايه، لكن انا نفسي ما اشتغلتش بيه، انا بشتغل بالطريقه التقليديه دي. اوكي. مهندس انطونيو عضو مجلس الاعلى نقابه المهندسين المصريه، اتفضل باشمهندس انطونيو. باشمهندس انطونيو، مساء الخير. اهلا مساء النور. اهلا باشمهندس. اهلا بحضراتكم. طبعا بشكر باشمهندس جدا، يمكن انا عرفت المحاضره امبارح وكنت من متابعين ليها من اول ما بدات، اتاخرت عليكم بس ربع ساعه بصراحه، يعني مجهود هايل جدا وطريقه شرح مبسطه جدا وسهله جدا ومفيدة طبعا لينا كلنا في كل المجالات. يمكن ناس كتير بتعتقد ان البيم خاص بس بعمارة، يمكن ده كان مفهوم خاطئ، وبعدين لما الناس بدأت تدرك شوية فبرضو مشوا في مفهوم خاطئ ان هو مدني وعمارة فقط، بعد كده ادركنا في الحقيقة ان هو الموضوع خاص بكل اقسام هندسة، مدني وعمارة وميكانيكا وكهرباء. فانا النهاردة فعلا المحاضرات اللي انا شخصيا استفدت بيها كميكانيكا، يمكن كل المحاضرات اللي فاتت للأسف بيم يعني لا يعتاب عليهم، بس هو اعتاب أصدقاء يعني، هو كلها تقريبا مدني. فأنا شخصيا ميكانيكا أنا غيران جدا إن مدني وعمارة واخدة كل الحيز دوت، بس عادي يعني إحنا كزملاء بنعديه مفيش فيها مشكلة. لكن طبعا شكرا جدا للمجهود الكبير اللي بيتعمل، وشكرا إن إحنا تقريبا برضو زي امبارح أو زي المرة اللي فاتت إحنا قاعدين بقالنا 3 ساعات أو ساعتين ونص تقريبا، والناس كلها متابعة وعدد الحضور وصل لمية وأكثر في وقت من الأوقات، ودي بعد ساعتين ونص أو ثلاث ساعات لازلنا برضو 80 مهندس. فأعتقد ده بيقول إن إحنا ماشيين صح،
وان المبادرات اللي شغاله كلها شغاله بمجهود طيب جدا وبتؤتي ثمار يوم عن التاني افضل من الاول. شكرا جدا لحضرتك وشكرا لبيم على تعبها، وانا بنقل لحضراتكم شكر السيد النقيب والنقابه ككل على المجهود اللي حضراتكم بتبذلوه، واسف جدا ان كنت طولت. عفوا. وبس انا احب اضيف موضوع الالكتروميكانيكال او البيم في الالكتروميكانيكا. البيم لو بيفيد المعماري والانشائي ايراد هو بيفيد او بيفيد الالكتروميكانيكال 24 ايراد. ان الالكتروميكانيكال يعني مثلا لو انت حتى بتتكلم على الموديل نفسه، احنا عندنا مثلا الموديل العادي نفترض 100 ميجا، موديل الالكتروميكانيكال 300 ميجا، نتيجه كم المعلومات الكبير جدا المتخزن في الموديل ده، وبنعرف نطلع منه. طبعا لو انت بتتكلم مثلا على المعماري او الانشائي بتتكلم في اسيمز معدوده، يعني الانشائي عباره عن كولوم مثلا بلاطات حوائط، العماره نفس الكلام بس اكتر شويه ممكن مثلا 4-5 اضعاف. الالكتروميكانيكال لا، الموضوع بيتضاعف 10 او 20 مره، ايتمز ملهاش اول من اخر. الكلام ده كله باستخدام البيم انت بتعمل بتعرف تعمل بيه حاجات غير طبيعيه. يعني لو انت شغال بالطريقه التقليديه مثلا حكايه اللي احنا الشغل اللي احنا عاملينه ده شغل اللي هو متابعه الاعمال، لو انت شغاله لو انت هتشتغل بيه في متابعه اعمال او التنفيذ بتاعه الالكتروميكانيكال هتطلع نتائج مبهره ماشي واضخم بكتير من الكلام ده كله، لان انت عندك ايتمز ملهاش اول من اخر في الالكتروميكانيكال، سواء بايبس كيبل تريز مثلا دكتات شيلرز اي حاجه من الكلام ده كله. الكلام ده كله زي ما قلت لك بالنسبه للام بي البيم ليه دور اكتر بكتير جدا من العماره والانشاء. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا سعد المحاضرة عمر سليم. انا حابب اشكر حضرتك على المحاضره القيمه ومن المحاضرات النادره في الجزء بتاع التنفيذ، يعني وحاجه كويسه جدا الله يكرمك. وتعقيبا على كلام حضرتك وكلام المهندس انطونيو، البيم عشان يوصل ليفل 2 حسب الكود البريطاني والكندي والاسترالي لازم يكون في ام بي، يعني من ضمن الشروط الفرق بين الليفل 2 والليفل 1 ان انا يكون عندي كل الاقسام موجوده. لو في قسم مش موجود يبقى انا كده لسه في ليفل 1. وفي كتاب اسمه بيج بيم وليتل بيم، بيج بيم اللي هو بيم ذو القدرات الفائقه، وليتل بيم اللي هو البيم ذو القدرات المحدوده. من ضمن الحاجات اللي في الكتاب ده اللي بيتكلم عنها ان الشركه تعمل المعماري والانشائي بيم وما تعملش الكهروميكانيكال، ساعتها يبقى ليس البيم. يبقى انا كده استفدت من 1% من البيم، لان انا لا هقدر اعمل كلاشات ولا هقدر اعمل حصر ولا هستفاد من البيم، هيكون بيم ناقص. فلازم اي شركه تكون بتعمل معماري وانشائي تكمل الجزء بتاع الكهروميكانيكال. واحنا الحمد لله في بيم عربية بنحاول ان شاء الله يبقى ان شاء الله يبقى فيهم حضرات خاصه بالبيم المعماري وبيم الانشائي والكهروميكانيكال، وفي محاضرات مسجلة للموضوع ده على قناة بيم ربيع، وإن شاء الله بعد العيد هيبقى فيه محاضرات متخصصة برضو للناس متخصصة كل واحد في المجال بتاعه، على أساس إن كل المكاتب تبقى كاملة المنظومة ونقدر إن شاء الله نقدم بيج بيم في الوطن العربي بإذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك، ألف شكر. شكرا. معلش باشمهندس سعد، اخر سؤالين يعني قبل ما نختم. اتفضل. في مهندسه اسراء بتقول التقرير النهائي هو دمج التقارير المستخرجه من كل الاقسام ام فقط تقرير الاستشاري من التصميم المعماري؟ التقرير النهائي المعتمد هو دمج التقرير المستخرج من كل الاقسام. انا مش فاهم قصدي ايه، بس لا احنا على حسب الاحتياج. يعني التقرير النهائي يعني التقرير اللي احنا بنعمله ده مستخرج من المعماري فقط، لكن انت عندك القدره انك تعمل اي حاجه. انت
ممكن تعمله تطبيق بتاع الانشاء، ممكن تعمله تطبيق بتاع الالكتروميكانيكا اللي انت عايزه يعني. انت عندك على حسب انا فاهم من السؤال، انت عندك القدره ان انت تعمل اللي انت او تطلع التطبيق اللي انت عايزه، سواء معماري انشائي الكتروميكانيكا ايا كان. اوكي تمام. في برضه سؤال تاني بيقول طيب لو كان الفايل المجمع به عدة لينكات لنفس الفايل تكرار المبنى في أماكن مختلفة، هل يعني مش عارف هل بيعمل سينكرونايز أو بيلينك معاه؟ دي حقيقة أنا ما نفذتهاش. هو اللي أنا فاهمه إن أنت مثلا لو أنت عندك فيلا مثلا أو عمارة متكررة مثلا 10 مرات وانت عامل لينك لنفس العماره دي، بحيث ان انت كل مره انت بس اللي انت بتعمله بتغير اللوكيشن بتاعها. دي انا ما جربتهاش حقيقي، بس يعني اكيد ليها صرفه يعني. حتى لو اضطرينا ان احنا نعمل دوبليكيشن للعماره نفسها بحيث ان انت تعمل تعرف تطلع البروجرس بتاعها، ممكن نعملها. اوكي تمام. هل في نسخه من ملفات الاكسل كسامبل او الريفت اللي حضرتك شرحت عليها؟ ما اعرفش ده هيكون متاح ولا لا بصراحه. هو الاكسل ممكن، بس الموديل مش مسموح لنا ان احنا نطلعه ورا طبعا. طيب يا ريت لو الاكسل يبقى لو بدون اي حرج ما فيش اي مشكله. ممكن اعرف كيفية ربط البان بالتكلفة؟ ده مهندس احمد مصطفى. ربطه بالتكلفة، هو في طبعا طرق كتير يعني. في برامج اصلا مخصوصة ان انت برامج خاصة بالتكلفة عامة، انت زي مثلا حاجة اسمها فيكو، دي خاصة بالتكلفة. انت بالنسبة لك لو انت هتستخدم الريفت بس، انت ممكن تدخل البارامتر الخاص بالتكلفة، تكلفة كل عنصر. يعني ممكن مثلا كل عنصر تعمل له بارامتر خاص بالكوست، تقول مثلا ده تكلفته كذا، او سب كونتراكتور او سبلاير او اي شيء. يعني انت عن طريق لو انت هتشتغل بالطريقة التقليدية اللي انت بتعمل بارامتر عادي في الموديل انت ممكن تعملها. لكن حاليا موضوع التكلفة عامة في برامج تانية بتشتغل في التكلفة اقوى بكتير جدا من الريفت. اوكي انت بتاخد الموديل من الريفت لكن ممكن تشتغل عليها بره. لكن لو هنشتغل بالريفت بس زي ما قلت لحضرتك، انت ممكن تحط بارامتر خاص بالتكلفه وتطلعها في الاكسل وتعمل فيه اللي انت عايزه، او تدخله في البروماتيرا، او تعمل يعني خلاص انت بتطلع مخرج من بتطلع مخرج من من الريفت بتشتغل بيه في البروماتيرا، بتشتغل بيه في الاكسل على حسب ما انت عايز. تمام. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. عفوا. ويعني شكرا للاطاله، انا عارف التوقيت عند حضرتك في فرق ساعه يعني. انا اسف للتاخير يعني وسهرنا حضرتك. لا تحت امرك. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المعلومات والمجهود والوقت القيم ده فعلا. عفوا. وان شاء الله تتكرر باذن الله قريبا في محاضرات اخرى. اتمنى بس ان يكون في استفاده، بس ده المهم بالنسبه لي يعني. انا يعني انا اظن يعني باسم الجميع يعني انا استفادة كبيرة، واكيد المشاركين يعني موافقين. فجزاكم الله خيرا، ربنا ينفع بكم كده دايما ان شاء الله، وان شاء الله حضرتك تشاركنا الفترة الجاية في محاضرات مستمرة ان شاء الله. شكرا لحضرتك جدا. شكرا. الله يخليك. شكرا جزيلا. شكرا. في رعاية الله. وعليكم السلام. مع السلامه. بنشكر حضراتكم جدا. انا بس بذكر حضراتكم ان احنا عندنا بكره ان شاء الله الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره ان شاء الله هيبقى مؤتمر قوي جدا، نتمنى تشاركونا. انا شيرت الفايل البوستر بتاعه تمام، وهشيره تاني دلوقتي عشان حضوركم يهمنا يعني في المؤتمر ده ان شاء الله.